كله متوجه لخناقات الاهلي والزمالك، وده عمل وده سوى والمجلس الاداره والحكايه ومين حط على مين ومين كذا ومين كذا ومين كذا، وتم اختصار الموضوع في الاخر كله ايه؟ كل هذه المنظومه بتشتغل على ايه؟ على انه الناس مستنيه الماتشين 3 4 5 اللي في الموسم اللي هنقعد نحفل فيهم على بعض على السوشيال ميديا. طول عمري بحب محتوى الكورة وبحب اليوتيوب. في مرة كنت بتناقش مع واحد صاحبي من 5 سنين مين أحسن، مارادونا ولا ميسي. كنت قاعد بتناقش كتير ومش عارف أوصل لحل. كنت قاعد بقلب في اليوتيوب لقيت حلقة لشخص اسمه لؤي فوزي، كانش لسه مشهور وقتها، بيتكلم على مين أحسن، مارادونا ولا ميسي. اتفرجت على الحلقة دي لقيت كل كلمة أنا محتاج أقولها لصاحبي، فرحت جايبه البيت عندي وقعدت افرجه على الحلقه وقلت له اتفرج قول لي مين احسن، مارادونا ولا ميسي. من بعدها رايه اتغير. كان وقتها خلي بالك ميسي ما كانش لسه اخد كوبا امريكا ولا كان اخد كاس العالم ولا كان اخد كل الحاجات اللي الفتره اللي فاتت دي. الكلام ده كان من حوالي 4 أو 5 سنين تقريبا. من وقتها لؤي فوزي كل فيديو بينزله انا مش بسيبه، لدرجه ان هو جاء عليه وقت راح في ابلكيشن كان مدفوع، رحت اشتركت في الابلكيشن مخصوص عشان اتفرج على فيديوهات لؤي فوزي. بجد من الاشخاص اللي بيقدموا محتوى مختلف على اليوتيوب، حد بيتكلم على الكوره من منظور تاني خالص مش المنظور اللي احنا اتربينا عليه. فانا النهارده فرحان وسعيد ان انا معايا احسن كتالوني انا عرفته في حياتي هو لؤي فوزي. منور لؤي. بنورك يا عمور، اشكرك اولا على المقدمه الكبيره وعلى الفرصه دي، ويا رب تكون حلقة كويسة. ان شاء الله. انا اللي بشكرك ان انت قبلت الدعوة وان انت جيت نورت. انا قابلتك قبل كده مرة واحدة، كانت ايام الكورونا تقريبا، بعد الكورونا كده بشوية، عن طريق صاحب مشترك لينا عبد الناصر، فبنسلم عليه من هنا. فبجد انا لما جيت قابلتك برضو لقيتك شخص جميل وفعلا والله العظيم وشخص متواضع وحسيت كده فعلا ان انا عايز اقعد مع الراجل ده اتكلم معاه، عايز اقعد مع الراجل ده اتعلم منه، لان انت فعلا من جواك شخص مثقف، شخص بتتكلم في الكوره من منظور ثقافي، من منظور علمي، مش من منظور بجد لو انا واحد طالع بتكلم في الكوره وخلاص اي كلام ضغط عالي وبتاع والجو. فبشكرك تاني ان انت لبيت الدعوه. انا اسعد والله، وبحييك وبحيي كل الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا دلوقتي. عايز في الحلقه دي اخد لؤي فوزي في حته تانية خالص. كل الناس اللي بتعمل بودكاست او انترفيو مع لؤي فوزي بتتكلم معاهم على الكوره، مش بتتكلم على حاجه تانية. فانا يهمني في الحلقه دي لؤي فوزي الانسان زي ما بيقولوا، اكتر من هو لؤي فوزي الصحفي او المحلل الرياضي. ففي الاول كده على السريع يعني عايزك تعرف الناس مين لؤي فوزي، وبعدين نمسك بقى الرحله من اولها. طيب انا مهندس معماري اساسا، مواليد 84 11 ميزان. ميزان بس يعني اشتغلت في الهندسة. أنا خريج هندسة اسكندرية عمارة 2007، اشتغلت في الهندسة لحد 2016. اشتغلت بره واشتغلت جوه، وبعد كده قعدت فترة كده بافر، يعني كنت بحاول إن أنا استكشف نفسي في موضوع الكتابة وكده. من وأنا صغير بحب الكتابة والقراية، والهندسة جت عند لحظة كده بقت طاردة منفرة، فابتديت ان انا اعوض الاحباط بتاع الشغل ده افتكر الحاجات اللي انا كنت بحب اعملها واللي كنت ببقى مبسوط وانا بعملها. فجي الموضوع ده، وبعدين عن طريق مجموعة من الاصدقاء المتحمسين، يعني جت اول فرصة في تاني فرصة في تالت فرصة، لغاية ما في اخر 2016 كده تحولت، يعني سبت الهندسة بقى بلا رجعة، ومن ساعتها اشتغل صحافة مع الجزيرة، وقبلها إضاءات، قبلها النصر اليوم، واليوتيوب بقى وشوية الحاجات اللي هي ابتدت أعملها في آخر سنين يعني، بس قبل كده كان كتابة من لي يعني. تعرف أكتر ناس بجيبهم هنا كلهم هندسة تقريبا.
اه وحتى اصحابي الناس اللي بيكتبوا معانا في ميدان او الناس اللي بيشتغلوا معانا في الحلقات او كده اغلبهم برضو مهندسين. كلية الشفت كارير دي. زمان كانوا بي كان كان بيتقال ان لا اغلب الكتاب مش في الكورة طبعا يعني، بس الكتاب عموما والروائيين وكذا بيبقوا اغلبهم اطباء، بس في الكورة مؤخرا لا اعرف امثلة اكتر من ان انا افتكرها كلها يعني مش في الكوره مهندس. بس، لا ما انا بقول لك ده، انا حتى جبت ناس في الفن وبتاع كان برضو سكتهم هندسه، ومره واحده ما جاتش معاهم سكه، بعد التخرج بتكتشف الصدمه ان السبلاي بتاع معروض كتير جدا من المخرجين، والشغل اللي مطلوب قليل، فبيجي لهم صدمه، لا لازم انا بصراحه ما كانتش دي مشكلتي يعني، انا كنت يعني ما كانتش مشكلتي في الشغل بتاع الهندسه اللي معروض وكذا، انا كنت محظوظ شويه يعني، سافرت لما اتخرجت وكان دفعتي كان في منهم كتير مسافرين في الامارات، ولما رجعت مصر حتى برضو كان الناس برضو اللي اعرفهم كانوا شغالين في شركات كبيره، وكنت وقتها بشتغل في القاهره يعني، فبالعكس لما عملت الشيفت كان دخل الشغل الصحافه كان اقل من شغل الهندسه، بس يمكن موضوع ببساطة شديدة له علاقة بالالفنت ان ذا روم يعني، زي ما بيقولوا ان انت اصلا بتقرر انت هتخش انهي كلية وانت ما عندكش فكرة يعني انت هتخش تتعلم ايه، او انت هتخرج الكلية دي تشتغل ايه وتشتغل ازاي يعني، انت بتقرر ان انا عايز اخش هندسة او طب او تجارة او ايا كان، وانت داخل ثانوية عامة ماذا تعرف عن الحياة يعني ولا وده شيء. هو كان قرارك ولا كان قرار أهله؟ لا مش انا من وانا صغير كنت بتخيل الهندسه انسب حاجه ليه، مع اني مثلا كنت بكره الرياضيات، بس مش بكره الرياضيات كمنهج يعني، بكره الطريقه اللي كانت بتتشرح بيها يعني، بس هم اكتشفت انه لما دخلت هندسه الهندسه المعماريه كمان هي انسب حاجه، مش مدني ولا الكلام ده، بس بعد كده انت بتبقى في اللحظه اللي انت قررت فيها القرار ده بتبقى طفل مراهق، ما بتبقاش مستعد بقى لفكرة ان انت داخل كلية فيها دكاترة ومعيدين وكذا، بالنسبة لهم الموضوع ده تحول لروتين، ما بيعملوهوش بالحماس والرومانسية والشغف اللي انت فاكرهم، وانه هندسة بقى وهنقعد نبدع ونشكل في عمارة وكذا لا ما فيش الكلام، تخش تلاقي محاذير كتير جدا، ما تعملش ده ما تعملش ده ما تعملش ده، فتلاقي في الاخر الناس كلها كأنها طالعة على خط تجميع، وبعدين تخرج منها تخش الشركات فتقول ايه انا دلوقتي شغال في مكتب صغير، انا لا انا عايز اروح شركة كبيرة والبرستيج والبنفيتس والتأمين والبتاع ومش عارف، ما انت روح الشركات الكبيرة تكتشف ان المنافسة فيها عنيفة جدا، والناس جاية الشغل تنتحر وتستشهد وما عندهاش حياة، وانه الشغل بيفضل يتقسم 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 لغاية ما تلاقي نفسك ماسك حتة قد كده عمال تعيد فيها طول السنة، فمع الوقت بتبتدي تحس انه لا يعني انا عشان انافس انا محتاج ان انا اكون ما عنديش حياه يعني، اللي هو باجي الشغل الساعه 8 الصبح انت كنت بروح قسم ايه؟ عماره عمارة. فباجي الشغل الساعه 8 الصبح امشي الساعه 10 بالليل وكده، انا موظف شاطر وكده وهاخد فلوس وهاخد بنفيتس وكل حاجه، بس هخسر كل حاجه تانيه، فابتدى الموضوع انه لا طب انا يا جماعه ايه، انا مش عايز اترقى، انا مش عايز زيادات، انا هاجي وقتي من 8 ل 5 واروح اسرق ساعتين تلاتة كده، اللي هم اكتب فيهم حاجه او افتح فيسبوك اتكلم على الكوره ايا كان يعني، وابتدى الموضوع من هنا. هل بقى لانه ناس كتير بتسال هل بعد كده الكوره نفسها بتتحول او الحاجه اللي انت بتحبها وبتشتغل فيها هل هي كمان بتحول لروتين وبتفقد الشغف وكذا وكذا وكذا، انت بقى اللي متحكم في القصه دي على حسب كميه الشغل اللي انت بتعمله، امتى الباشن بيتحول لروتين؟ لما انت تخسر، لما يخليك تخسر جزء من حريتك، فلو انت ركنت على نفسك كتير وبقيت بتشتغل كتير، انا مثلا الفتره دي كده بشتغل حاجات كتير، مش ده الوضع المفضل بالنسبه لي، انا افضل ان اشتغل حاجات اقل بتركيز اعلى بكواليتي اعلى، بس مش طول الوقت انت بتبقى متحكم في عناصر الانتاج طبعا، بس فهو الموضوع متوقف على كده، انا بعتبر نفسي يعني كنت محظوظ جدا في الشيفت ده وفي اللي حصل بعد كده كمان. امتى كانت اللحظة الفارقة اللي انت قلت فيها انا خلاص مش هكمل في هندسة وعايز يبقى الكارير بتاعي هو الصحافة؟ الاول كان لما كنت بفكر في الفكره، انا قبل ما اعمل الشيفت ده خدت اجازه شهر بدون مرتب من شركتي،
وبعدين لما قلت لأهلي وكده قلت لهم بفكر أعمل كذا وكذا، فوالدي قال لي أنت شغال في شركة كبيرة بدون ذكر أسماء يعني، عندك معاش، تأمينات، تأمين صحي، لخ لخ لخ، تفكير الأهل دايما. إنما إيه شغل النت ده وده إيه وبتعمل إيه وهيجيب فلوس منين وهتصرف وأنت متجوز وأنتش لوحدك وكذا. ف يعني أنا عندي فصممت على اللي في دماغي، ولما رحت الشركة كان المفروض ليا باكج بقى اللي هي لما بتمشي مكافأة نهاية الخدمة بقى ليا 6 سنين وكذا وكذا وكذا. ففوجئت بأن أنا قلت لهم، وهي شركة عالمية يعني، وأكبر فرع ليها في مصر يعني، شركة يعني تقدر أرباحها سنويا بالمليارات، وتولت مشروعات ضخمة جدا 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 في المنطقة يعني. ففوجئت بأن الناس بيقولوا لي مالكش حاجة، ده أنت كمان الشهر اللي أنت خدته أجازة بدون مرتب ده إحنا نزلنا لك مرتبه بالغلط لو سمحت هاد. فاكتشفت ان انا كنت شغال وواخد الشكل والبرستيج والاسم من بره، وان انا شغال في كذا وكذا وكذا وكذا، لكن فعليا انا شغال وكاني شغال باليومين عادي، مفيش اي تامين او سيفتي نت من اي نوع. فما دام كده كده بقى انا كاني شغال فريلانس بالظبط، اللي هو يوم ما انت هتبطل مع السلامه ما فيش كله كلام على ورق وكلام ما فيش لا وهددت يعني صراحه يعني، كان مشهد غريب جدا زي المشاهد بتاع فيلم الرئيس عمر حرب كده، اللي هو معلم احنا معانا محامين وما فيش فايده ان انت كان في تروح. فيلم الأصليين لو شفته كان مشهد زي ده، ماجد الكدواني قال له هتروح ترفع علينا قضية، هتقعد في المحكمة مش عارف 3 سنين وفي اتقال لي الآخر مش كده، هتاخد فلوس بس. بس اتقالت في صوره نصيحه اخويه، انه حد الراجل بتاع الحسابات قال لي، لان هم انا دلوقتي قلت لهم طب لا انا مش يعني مش هعمل اللي انتوا بتقولوا عليه ده، لان هم طلبوا مني ان انا اجي اوقع على ورق ان انا استلمت كل مستحقاتي. فقلت لهم يا جماعه هي فين مستحقاتي؟ ما يا اما انا ليا مستحقات هاتوها، يا اما ماليش مستحقات والورقه دي ملهاش لازمه، انتوا بتقولوا ان انا ماليش، ليه اجي امضي على ورقه ان انا استلمت حاجه انا ما استلمتهاش؟ فقال لك والله هو ده النظام وده اجراء روتيني وكل الناس اللي ماشيه بتعمله. ومش قلت له كل الناس اللي ماشيه بتعمله بعد ما تاخد مستحقاتها، مش وهي ماشيه وما تاخدش حاجه. طب انت الورق بتاعك عندنا لو عايزه تمضي. تمام؟ طبعا اكتشفت بعدين الورق ده انا ما عملتش فيه حاجه. يعني انا ما اشتغلتش في جهه نظاميه او مؤسسيه بعد كده. فرحت فقعد مع الراجل بتاع الحسابات وبتاع، فقال لي بص انا يعني لا الاول دخلت المدير الفرع ساعتها، فقال لي هو مين قال لك ان انت ليك حقوق اصلا؟ قلت له انا سالت في مكتب العمل وانا عارف ان ليا حقوق. قال لي طب خلاص روح بقى امشي في السكه دي شوف هتوصلك فين، وراح مشاور لي على الباب. طلعت نزلت للحسابات وبتاع، فقال لي بص يعني نصيحه مني اعمل كذا وخد الورق بتاعك، اصل دول عندهم محامين ومحدش بياكل معاهم لا حق ولا بطل ولا بتاع، وخلص نفسك وبتاع. ففي اللحظه دي اكتشفت ان هو لا، طب ما هو فريلانس بفريلانس بقى، طب ما اشتغل بقى حاجه اللي انا عايزها وخلاص. يعني خدنا ايه من كان وقتها ايه 9 سنين شغل في الهندسه، خدنا منهم ايه؟ الهندسه انا مش بتفه من شهاده الهندسه، لا يعني بالنسبه لي انا تجربتي انا الشخصيه انه ضمنت لك شغل معقول بدخل معقول بحياه معقوله، كل الكلام ده جميل. بس لو انا قدامي اختيار تاني ان انا اعمل حاجه انا بحبها وهتديني دخل مقارب حتى لو اقل، لا هعمل. كنت في الوقت ده اتجوزت ولا لسه؟ كنت متجوز اهو. طب كان قرار صعب طبعا، ساعتها في مسؤوليات اكبر بكتير من ان انت تاخد القرار ده لو انت قبل ما تتجوز. طبعا. ما عشان كده انت خدت فترة البفر دي اللي هي انت بتعمل الاتنين في نفس الوقت لمدة سنتين، وده كان مهلك جدا، ان انت بتشتغل ده وبالليل بتفضي وقت عشان تعمل ده لغاية ما يجي لك حاجة هنا. وبصراحة في الفترة دي أنا ما كنتش متوقع إن هيجي لي حاجة، لأنه مثلا لما كنت بتشتغل فيها حاجات مصرية أو كده المبالغ طبعا ده بيعرضوها كلام فارغ يعني. أنا مثلا كنت بشتغل فيه فاكر أول رقم؟ فاكر طبعا، بس ما أحبش أقوله يعني، يعني ليه؟ هقوله قول بس مش هقول مش كان هتقول فين. مش هتقول فين؟ كنت باخد 25 جنيه في التقرير. ده 2016، 2016 كان قبل كده. 2016 15، لا قبل 2016 15 و14.
يعني كانت وقتها علبة سجاير ب 30 جنيه. وكان اول انت بس اول انا ما كنتش حاجه بشتغل عشان كده. عشان بتحب الموضوع. بس نظرا للارقام دي ما كنتش متخيل ابدا انه هيجي لحظه اصلا وانا اقدر اقول لا طب فكك بقى من ده وهنعمل ده. انه لا، ما هي لو الارقام فضلت كده طب ما خلاص، يعني ما انا بس انا هكتب ايه 10 دقاريب في الشهر مثلا ب 250 جنيه. المكان اللي انا كنت شغال فيه اصلا يعني هي ما كانتش تقارير، كانت حاجات طويله 2000 و2500 كلمه وكده، فهو ده السعر اللي هو بيسعر بيه الاخبار. يعني لو انت صحفي مثلا ديسك بتشتغل اخبار، فالخبر اللي هو 200 كلمه مثلا، وقد توجه فلان مش عارف اللي هو اغلبه اصلا بيبقى كوبي بيست يعني. اللي هو ايه كذا كذا كذا، نشرت صحيفه البتاع بس خلاص خلص الخبر ده 25 جنيه. فهو ما كانش عندهم اصلا قسم انه حد يكتب تقارير او راي او اي حاجه، يعني في صوره مثلا معلومات او في صوره انه مقر راي او في صوره تحليل او في صوره اي حاجه، فكانوا بيحاسبوك وكانه خبر بس. ده كان اول رقم خدته، فما كنتش حاسس ابدا انه هيجي لحظه اللي هو كنت بقعد اقول لنفسي طب ما هو ايه المكان اللي انا هشتغل فيه واشتغل فيه ده واقدر اسيب الهندسه. فكان في مكان واحد او مكانين ثلاث اماكن بكتير بيجوا في دماغي، فاقول لا طب والناس دي فين وانا ما حدش يعرفني وكده، وايه اللي هيخليهم يجوا يقولوا لي تعالى وبتاع. بقى سبحان الله حد يعرف حد يعرف حد، لقيتهم بيكلموني. فساعتها بعد ما تجاوزت الصدمه بقى ان هو ده حصل اصلا، ابتدت بقى القصه اللي لسه احكي لك من شويه بتاعت ان انا اسيب الشغل. انت اشتغلت الاول في كام جريدة او كام موقع مصري قبل خطوة الجزيرة؟ شغل 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 يعني منتظم 6 شهور على الاقل. واحد بس مصري. واحد بس مصري. جالك بقى امتى لا الجزيرة؟ واحد مصري وواحد تاني مصري بس من التمويل ومش مصري اعتقد يعني. امتى يعني؟ كانت الجزيرة كانت هي اول نقلة حقيقية يعتبر. الجزيرة في 2016 في شهر 7 أو 8. دي جات لك بعد الكارير شيفت ولا قبل؟ لا هي دي كانت كارير هي شيفت، دي نفسها، هي دي بقى هي دي بقى اللي كانت اللي اللحظة نقلت الفارقة. انه موقع ميدان، موقع جديد وشباب ومن الشباب والى الشباب وكذا وكذا، وانا ما مكمل معاهم لحد دلوقتي. وكانوا عايزين حد يكتب في الرياضه، بس هم نمط الصحافه بتاعتهم حاجه اسمها الصحافه البطيئه، اللي هو احنا بنحاول او الصحافه المتأنية خلينا نسميه، انه مش الهدف ان انا اعمل حاجه بعد الحدث على طول وحاجه سريعه وكذا، لا انا عايز اعمل حاجه تاخد الحدث اللي بيحصل دلوقتي ده اللي هو حاجة شديدة الخصوصية مثلا ومرتبطة بالوقت ده، بس نحولها أكتر لحاجة تايمليس ايفر جرين عام أشمل أبطأ، ممكن أنزل بعديها بيومين أو بعديها ب 3 أيام، حاجات طويلة شوية فيها قيمة تحليلية، فيها قيمة معلوماتية. يعني أنت بتضيف معلومة، بتبحث في مصادر، صحافة مصادر، إن أنت بالأساس تخش تعمل ريسيرش على موضوع معين، تشوف فلان وعلان وترتان قال ايه ومن كذا الزاويه. طب كره القدم مثلا، هي دي كانت بدايه اللي الناس شافته بعد كده على اليوتيوب. كنت لسه اقول لك، هو ده اصلا اللي كان مثلا انديكيتور ليك بقى، وان انت خدت المدرسه دي في اليوتيوب صح، ده يعني. اكتر مكان انا اتعلمت فيه واكتر مكان سمح انه ما تشغلش بالك بالترافيك، اشغل بالك بان انت الحاجه اللي انت طلعها دي تبقى دسمه وقيمه، واللي يقراها يعرف حاجه هو ما عرفهاش. حتى لو كانت الحاجة دي انت طبعا ما عندكش مصادر اصيلة، يعني ما انتش، ما انت عارف في الوطن العربي ما فيش دراسات مثلا سيكولوجي، ما فيش دراسات اجتماع غير قليل قوي، ما فيش داتا في الكورة واحصائيات وكذا 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 وكذا، ما فيش الكلام ده. فانت طول الوقت معتمد على انه الاقتباس والقراءة أتلتيك واو من ما كانش لسه حتى دي اثليتك طلع، فانت بتعتمد على انه الناس بره عملوا ايه وقد ايه ده بينطبق علينا ولا ما بينطبقش وكذا، فاهم قصدي؟ فالفكرة دي ان انت ازاي تقدر تفكر، ازاي تاخد الموضوع من كذا زاوية، ازاي تقرا مصادر كتير قوي، مثلا تقرا 15 20 25 تقرير عشان تطلع التقرير بتاعك، وتبقى طول الوقت بتنسق الكلام ده وبتحاول ترتبه، فان انت في الاخر بتحكي قصة، لان هو الراجل اللي قاعد بيقرا بيسمع بيتفرج، حتى اللي بيسمعنا دلوقتي هو عايز قصة في الآخر. انت بقى في القصة دي هتديله الحاجة اللي انت عايز تديها له، لانه القارئ العربي صبر ونافذ مش عايز يقرأ حاجات كتير، وانت لو في اول سطرين ثلاثة ما عرفتش تجذب انتباهه
كان تحدي صحفيا يعني صعب جدا. انت بتعمل اصعب حاجه، انت بتقول للناس اللي هي طول الوقت بتقول انا ما بقراش اكتر من دقيقتين، انا ما بقراش اكتر من سطرين، انا مش عارف ايه، انا كذا انا كذا، انه تعالى اقرا حاجه 1500 2000 2500 كلمه. فلو انت من الاول ما جبتوش خلاص لازم هيفهم. لازم تبقى كاتشي من الاول، وفي حاجه دسمه تخليه يكمل. وانه هيعرف حاجه هو ما يعرفهاش، حتى لو كان الحاجه اللي هو ما يعرفهاش دي هي اعاده ترتيب لافكار معينه، لانه المحتوى في الاخر جزء كبير جدا جدا منه معتمد على القراءه والاطلاع واعاده ترتيب الافكار. مش ما عندكش مصادر اصيله ان انت هتروح تكلم مثلا حد من الاشخاص اللي مسؤولين في الحدث ده وتاخد منه تصريح مثلا او تاخد منه راي او كذا. لا، انت بتحاول تراقب وتشوف ايه اللي بيحصل، وبناء على كده نفس النمط بقى حسيت انه ده حاجه مفقوده مش موجوده، وكله دلوقتي بيعتمد على انه يلا نحط عنوان ونجيب قرايات كتير وخلاص. طيب انت اشتغلت في الجزيرة من 2016 في الميدان صح كده لحد دلوقتي، جيت في النص في 2020 تقريبا قررت ان انت تطلع بقى كلوعي فوزي بوشك بقى وتتكلم على اليوتيوب 2020 مظبوط؟ كان في تجربة فاشلة قبليها على نفس الشانل تهيألي قبل 2020. كان في حاجة 2019 تقريبا. قبليها بسنة. ايه اللي خلاك او ايه اللي القرار اللي انت يلا بينا اطلع على اليوتيوب واتكلم؟ لأنه أنا شخص كنت بحب أتناقش كتير، وكنت بحب إنه الدايرة بتاعتي تبقى صغيرة. يعني في الأول كنت حتى الناس كانت بتزهق مني من كتر طولة بالي في التعليقات، يعني أنا بتناقش و30 ريبلاي و40 ريبلاي وعلى أي حد ما أعرفوش وكده، يعني ما أعرفش، ما ممكن يكون مثلا بيسخف وخلاص، فاهم؟ بس وبعد كده مع الوقت ما بقاش عندي طاقة لده، فقلت لأ، طب ما أنا أصلا أطلع أتكلم الكلام أسهل من إن أنا أقعد أكتب الكومنتات دي كلها. كانك بتبعت فويس نوت بقى. وده برضو غلطة تافهة برضو، يعني وقعت فيها غلطة مبتدئين، يعني لأنه طبعا كل ما كان الكونتنت أسهل على اللي بيستقبله، كل ما كان أصعب اللي بيحضر على اللي بيحضر. أنت مثلا مش تعمل بودكاست وكده، أنت ما هدد الدنيا عشان بس تطلع إنه حاجة الناس تقدر تشوفها، إنما لو أنت بتكتب وأنا بكتب وأنت بتقرأ، لا أسهل كتير. فابتديت اتعلم. وبعدين انا كنت برضه كان في جزء من ايام الهندسه كنت بحبه، اللي هو الجزء بتاع الديزاين الفيجوال والفوتوشوب والحاجات دي، فحسيت انه في حاجات بقى زيه في البرامج بتاعه الايديت، وحاجات داخله وحاجات خارجه وانسرتات وجرافيكس وبتاع، ابتدى يتجمع شويه عوامل كده خلتني استكشف المساحه دي. ثم حصلت صدفه ان انا في يوم كنت قاعد على القهوه في اسكندريه، وبعدين شاب صغير حتى قال لي انت كذا، قلت له قال لي انا بتفرج ومش عارف ايه، انت وقفت ليه؟ قلت له والله ما عنديش مكان دي بعد اصور. التجربة الفاشلة اللي وبعد التجربه الفاشله الاولى اللي هي يعني ايه، كل ما ارجع لها دلوقتي بضحك، الصوت بايظ والصوره بايظه وادائي وحش قوي وكل دي حاجه. ما كانتش عاركني يا لؤي صح؟ ما لا كانش لسه وصلت معرفش عليه. كان اسمها ايه، حتى انا مش فاكر، هي موجوده لسه على الشانل مش فاكر كنت مسمي الحلقه دي ايه. ضغط عكسي. ضغط عكسي. فقال لي انت وقفت ليه وبتاع، قلت له انت اللي بتتفرج ليه، يعني انا وقفت عشان انا مش شايف القرف اللي بيتعمل. قال لي لا لا يا عم وبتاع لازم تكمل، قلت له انا كده كده ما عنديش مكان اصور يعني، وبعدين جاي لي طفل وكده ففي دوشه في البيت وبتاع والظروف مش سامحه. فقال لي طب ما تيجي تصور عندي انا قاعد لوحدي. فاسمه مدحت ماهر صح. فقلت له بس انت فين وبتاع. المهم بالصدفه طلع ساكن في العماره اللي جنبي في سموحه، وقتها كنت قاعد في اسمه. قال لي، قلت له انا في كذا، قال لي انا كمان، طب في الشارع ايه؟ شارع كذا. قال لي طب عماره رقم كام؟ قلت له 124. قال لي انا 125. فالمهم ايه، اجرت منه اوضه وحطيت فيها الحاجه بتاعتي وبقيت بروح اصور عنده، وابتدى بقى دي اللي انت صورت فيها عركني. عاركني بقى، وهو بقى ايه يساعدني ويقول لي رايه ويبقى قاعد سامع ومش عارف ايه وحاجات زي كده. فاشتغل مثلا السكريبت في البيت واجهزه وكل حاجه، وبعدين اروح اصور عنده واخد الحاجه وارجع تاني اقعد اشتغلها على اللابتوب. بس هو ده بقى اللي ماشى الدنيا، انه كان في اجواء هي دي اللي كانت حاسمه قوي في ان الموضوع ده يحصل. مشينا في عراكني 6 شهور، وبعد كده جه بقى سبورت 360. هنيجي للسبورت 360. عركني بالنسبه لي هو تجربه مختلفه جدا، لان عركني هو ايفر جرين كونتنت، هو لحد دلوقتي فريش. انت لما بتعوز حاجه معينه ممكن تخش تتفرج على عركني،
لسه قلت لك قبل ما نبتدي ان في مشكله فارقني، هي كانت الكواليتي ساعتها ما كانتش زي الكونتنت اللي انت بتقدمه دلوقتي. انا قعدت فترة اصلا الصوت كان بايظ، وكنت بوصل المايك بس ما كانش بيلقط، انا سمعت انت مره قلت كان بويا، كان مايك بويا تقريبا، و مايك بويا بس. وممدوح نصر الله هو اللي قال لي النصيحة دي. ال AUX الكاميرات بتاعت السامسونج لازم تجيب لها اكسترنال ريكوردر عشان تسجل الصوت. كان تليفوني، مش فاكر كان تليفوني ايه ساعتها، كان كان الكاميرا بتاعت الموبايل ما بتسجلش الصوت من بره، لازم. بالظبط. انا عارف فقال انت لي لازم حكيت مره تنزل المشكله دي. الاوبن كاميرا، ايوه اوبن كاميرا اب. وفعلا اول ما نزلته سحر، اللي هو صوت ظبط. انت كنت كل ده مفكر انت بتسجل من المايك، بس هو بياخد من الكابتشر بتاع التليفون بياخد العادي. من كابتشر التليفون العادي. ده قبل الابديتس اللي موجوده دلوقتي في بالظبط. الكاميرات ففي وبتاع. مثلا نص الحلقات في الاول كان فيهم حلقه الصوت ميسي ومارادونا دي لوحدها كده. تقريبا. ناخد الحلقه دي ممكن ننزلها على الجروب بتاع الفيسبوك، نظبط لها صوت وننزلها. هنيجي لجروب الفيسبوك ده. المرحله اللي بعد كده كانت سبورت 360. في الاول المرحله دي متقسمه جزئين، كانت في الاول هي بلاتفورم بيت الناس بتدفع فيها فلوس عشان تتفرج على الكونتنت، والمرحله الثانيه اللي انت فيها دلوقتي. احكي لنا كده المرحله الاولى دي ابتدت ازاي. المرحلة الأولى دي أنا ما كنتش أعرف عنها غير من صديقي، أحد أصدقائي يعني اللي كانوا شغالين في سبورت 360، اللي هو حسن دراز، وصديق تاني اللي هو حسين وهبي برضه، يعني هو دلوقتي مش معانا، كان هو الكوميرشال أوفيسر بتاع المشروع. فبس فقال لي إن إحنا بنعمل حاجة، إحنا عايزين نعمل حاجة زي دي أتليتا، ونجمع الناس اللي بتعمل كونتنت في الوطن العربي وكده، انه نعمل حاجه اشتراك، واشتراك يبقى حاجه قليله يعني مش حاجه كبيره. هي بدايتها كانت شبه قناة بيراميدز بالظبط، اللي هو قناة بيراميدز لمت كل المذيعين اللي موجودين في مصر على القناة. انا لقيت كل اليوتيوبرز اللي بيتكلموا في الكورة موجودين على سبورتس 360. انا ما كنتش متابع يعني، انا بطلت اتابع محلي اعلام وكوره من 2013 يمكن، ما لحقتش انت قناة بيراميدز. فما لحقتش هذه الاشياء يعني. بس فانا طبعا كنت مستغرب، لان انا ما وقتها كنت بس اشتغلت على الشانل عندي، وما كانش فيه فيوز يعني ضخمه، والاسماء كلها كانت اسماء يعني ناس شعبيتها كبيره جدا يعني، يعني فارس عوض، عفيفي، مسوحي، وناس كتير، كان كمان محمد معتصم، وميدو، وميدو، ناس كتير محمد قوي. عواد. بالظبط. فانا يعني بعيد قوي عن المساحه دي يعني، انه في الفيور شيب وكده يعني. فقال لي تعالى وبتاع ومش عارف ايه، واحنا عايزين تبقى موجود وكده. فقلت له ماشي. كان بالنسبه لي يعني انا ما كنتش اصلا جالي عروض في الحته دي قبل كده، فاي حاجه بالنسبه لي كانت خطوه لقدام، وهم ساعدوني كتير. بس وبعدين لاسباب يعني انتاجيه وكده توقف الموضوع، وبعد كده قالوا احنا هنكمل على يوتيوب، بس مش هنقدر بما انه مش هيبقى فيه اشتراكات، وارباح اليوتيوب طبعا اقل بكتير من الناس بتبقى فاكره، فعايزينك تكمل معانا على اليوتيوب نفس كل حاجه وبتاع، بس نكمل على اليوتيوب واربع حلقات في الشهر وكده. تقريبا انت الوحيد اللي كملت. لان هو طبعا كل الناس لما تنقل من ابلكيشن مدفوع لليوتيوب طبعا التعاقد بيختلف، فاغلب الناس طبعا اوريدي موجود على اليوتيوب، فمفيش معنى انه هيبقى بينافس نفسه. بالظبط. فانا بالنسبه لي ما كانش عندي قدره ان انا انتج عدد زي مثلا ما بقيه الناس بتنتج. فبالنسبه لي اربع حلقات في الشهر لو هعملهم في سبور 360 مش هعملهم في عركه، فخلاص هو ده المكان الوحيد اللي انا موجود فيه. فهم استفادوا شويه من النقطه دي وكملنا. وكان اول ما ابتدينا كان معانا حوالي 50 حلقه من الابليكيشن، كانوا بينزلوا لهم. فقالوا ايه طيب احنا الحلقات بقى القديمه بتاعت الابليكيشن ننزلها يوم الاثنين، وانت الحلقه الجديده تنزل يوم الخميس. فقعدنا فتره مثلا بتاع سنه بننزل حلقتين في الاسبوع، وكل اسبوع كان بيبقى فيه الخناقه بتاعت انه الكلام ده ما حصلش، فلان ده انتقل للنادي الفلاني، انت ازاي بتتكلم كده؟ واقعد اخش اقول لهم يا جماعه الحلقه دي كنت متصوره بتكتب، مثلا. كنت بتكتب كومنت كده بالشانل بتاعتك ان الحلقة دي قديمة. بس وبعد كده كملنا زي ما احنا، والبرنامج متهيألي اتطور يعني، بقى يخش كمان في مساحات تانية،
وانا نفسي ادائي اتطور يعني، ما أحب يعني ما ببص على الحاجات اللي عملتها الكرة التانية في الاول خالص، بص عليها دلوقتي بحس لا ان انا كنت لسه قلقان لسه منشي لسه كده ماسك وبتاع، دلوقتي بقيت فكيت شوية والعملية خدت وقت طويل قوي. اكتر تطور بالنسبه لي الباك جراوند ميوزك. كانت جيتار، كانت سخيفه قوي الصراحه اللي كان فيها اللي جيتار كانت دي. في الاول وطول الوقت في ناس بتشتكي ان الباك جراوند ميوزك عالية. بس دلوقتي لا، دلوقتي كويس يعني، في الاول كانت عاليه فعلا. والله لسه الحلقة اللي فاتت مع ان انا شغلتها على السماعات على الديسكتوب عادي ما كنتش سامعها اصلا يعني، بيبقى فاهم؟ ساعات في سماعات بتلقط الميوزك اعلى من الفوكال، اه بالظبط. بس لا هو دلوقتي بقى كويسه. وبعدين الباك جراوند بقت هي الميوزك بتاعت الانترو. كان زمان في موسيقى جيتار كده كانت بتخليني اطلع بعيد اصلا عن الكلام اللي انت بتتكلم فيه. بس الكرة التانية يعني هو ابني يعني، يعني ده أكتر حاجة أنا بعتز بيها، لأنه أنا أصلا بحب أشتغل لوحدي ما بحبش حد يشتغل معايا لأن أنا مقرف في الشغل، بس الكرة التانية كسرت القاعدة دي إنه كنت بشتغل مع ناس ومع الوقت خلاص هم بقوا فاهمين كل حاجة وأنا فاهم أجهز لهم الحاجة إزاي وكده، فمع الوقت بقى هو ده الحاجة اللي أنا ببقى حامل همها طول الأسبوع. الحلقة بتاعت الكورة التانية هتبقى عن إيه وهنكتب إيه وهنشتغلها إزاي وكده، وببقى مستنيها يعني. أكتر حاجة أنا ما زلت رغم السنين أهو بقى لنا 3 سنين ما زلت شغوف بيها، وببقى حريص إن أنا بعد الحلقة ما تنزل لازم أشوفها وبتاع وأتفاعل. كان ده السؤال اللي جاي، ليه اخترت ان ده اتجاهك يبقى في اليوتيوب زي اسم برنامجك بالظبط، الكرة التانية؟ انت فعلا على اليوتيوب انت بتقدم كرة تانية خالص غير اللي احنا نعرفه. ليه قررت ان ده الاتجاه اللي انت عايز تتكلم فيه؟ هو مش ده اللي هو ده اللي احنا كنا بنكتبه في ميدان اوريدي. اسم الكرة التانية ده جه من صديق معاذ شهاب، ما كنتش عارف انه الاسم بتاع البرنامج يبقى عامل ايه، فهو اللي اقترح القصة دي. وكان وقتها معاناة بقى جوارديولا وكلوب في انجلترا مع فكرة الكرة التانية، واحنا بنلعب كرة طويلة ومين هياخدها والفرق، وكان بقى ايه كلوب كان عندهم مشكلة لسه اللي هي في يعني كانت لسه الناس بتتكلم عليه، كنا احنا عدينا المرحلة دي طبعا لان كنا في 2020 وكانوا ليفربول خدوا الدوري، بس كانت الفكرة بتاعت الكرة التانية دي اللي هي معاناة 2 مدربين كبار راحوا انجلترا، معاناتهم مع شيء تكتيكي بداهي يعني بدائي قوي زي انه حد يرمي كرة طويلة فياخدوها فينزلوا يضغطوا وبتاع ومش عارف ايه وكده، لغايه ما ليفربول نفسهم اتقنوها يعني. اما الماتش بتاع برشلونه ده برضو اول جول كان برضو فكره انه لعبنا كره طويله خدنا الكره التانيه، فعمل هو الانالوجي ده اللي هو بتاع النادي كره تانيه مفهوم تكتيكي وكره تانيه ان انت بتتكلم على حاجه تانيه مختلفه، فمشيت كده يعني. بس الفكره نفسها انه نتكلم عن هذه المساحات او هذه المواضيع دي موجوده من ايام ميدان يعني، بس هو هي دي عشان اللي ميدان اديتك الانسبيريشن يعني. بالظبط عشان اليوتيوب طبعا غير القرايه، فالناس تخيلت ان هي بدأت هنا، بس هي احنا طول عمرنا من ساعة ما اشتغلنا الصحافة واحنا شغالين في الخط ده يعني. انت في حلقاتك تقريبا ما فيش حلقه بتتكلم عليها ما فيهاش داتا، ما فيهاش ستاتستكس عامه يعني. في ناس كتير بتشوف الداتا وبتاع يقول لك ده واحد طلع بيتفلسف علينا، وده واحد ده بيقول اي كلام مش مفهومه عشان احنا بس بيتحنك. فانت قول لنا ازاي الداتا دلوقتي بقت مهمه في الكوره، وازاي اي حد شايف ان الموضوع ده حنيكه او شايفها فلسفه هو عنده مشكله بقى. هي الداتا مهمة في كل حاجة اكيد يعني، انت هتشتغل اقتصاد ازاي من غير داتا، هتشتغل سياسة ازاي من غير داتا، هتشتغل سوشيال ميديا ازاي من غير داتا. يعني مثلا الناس مثلا بتتخيل انه ليه مثلا فيسبوك يعمل حاجة زي الريلز، داتا عنده سايكولوجيستس وعنده ناس وبيراقبوا سلوك المستخدمين على السوشيال ميديا. ده الناس رايحة على التيك الناس توك. تخيل يوتيوب ده من غير داتا مثلا، من غير اناليتكس، من غير انسايتس اللي هي بتاعت كل اليوتيوب حلقه ستوديو هيشتغل ازاي؟ مش هيشتغل، هنبقى يعني كلنا عمالين نهس مع نفسنا انا وانت، فانت تقول لي انا رايي كذا وانا اقول لك لا والله انا شايف لو عملنا كذا الناس هتشوف اكتر وبتاع. في اعتماد مبالغ فيه على الداتا في بعض الاحيان بس هو ده الصراع اللي بيحصل دايما لما اي شيء يطلع على السوشيال ميديا، انه في بتكون تيارات مع الشيء ده، فالتيارات دي بتبالغ شويه فبتكون اوتوماتيك تيار تاني ضد البتاع ده، وبتبقى حرب بقى ايه مبالغات، الداتا هي كل شيء، الداتا هي الحياه، مش عارف ايه، الداتا دي بنت كذا وكذا وكذا وملهاش لازمه، وانا مش جهاز كمبيوتر وانا عندي عينين اشوف بيها وبتاع. يعني بشوف ان الخناقه اللي على الداتا دي بصراحه مفتعله وادمت، يعني انه نقعد نقول لا اصل انا عندي عينين، لا محدش قال لك انه ده بديل لده.
وانا نفسي عملت حلقات كتير ما فيهاش اي ذكر للداتا. تاكتكس هتقيسها بالداتا ازاي؟ هتتكلم على لعيب زي برناردو سيلفا مثلا، انا ما افتكرش ان انا عمري ما دخلت بصيت على احصائيات برناردو سيلفا في اي حاجه، فاهم بالك؟ بس هي بتديك مؤشر، لانه انت دلوقتي على السوشيال ميديا كل حاجه اتفتحت على بعضها، كميه المعلومات اللي هي حتى هتشوفها بعينين ضخمه جدا، فهتروح فين؟ ايه اللي هتستبعده؟ الداتا ممكن تقول لك ايه اللي انت تقدر تستبعده، وطول الوقت بيحصل عليها تطوير. بس الناس بتتعامل، عارف لما تبقى ناس اتعودت على ان الموضوع بيتم بطريقه معينه، فيجي حد يقول لهم طب ايه يا جماعه رايكم في التغيير ده مثلا، اللي هو مش انا يعني، موضوع الخناقه بتاعت الداتا دي من الثمانينات بس انت عارف وقت ما ان انا اتولدت يعني. كل الحاجات دي بتوصل عندنا متأخر شوية. اه بالظبط، فالخناقه دي وما زالت موجوده. يعني انت مثلا عندك في انجلترا، مش بس الداتا، مش فكره الداتا، تيم شيرود مثلا اللي هو كان لعيب في بلاكبيرن، بتهيألي كان معاهم لما خدوا الدوري في 95 او 96، 95، وبعد كده بقى مدرب ودرب توتنهام. لسه كان قاعد في بودكاست من شهرين ثلاثه بيقول انه كل المصطلحات التكتيكيه اللي بيستخدمها المودرن مانجرز، وراح عامل كده اللي هم بقى المدربين الكره الحديثه اللي هم بقى جوارديولا وكلوب وساري ومش عارف كل بقى الناس اللي انت بتفرج، كل ده هراء ومفيش حاجه اسمها كده اصلا، مفيش حاجه اسمها انماط ضغط وتحرك مش عارف ايه وريست ديفنس وحاجه بقى مالهاش علاقه بالداتا. ليه؟ لان هو رافض انه الطريقه اللي هو اتعود انه يعمل بيها شيء معين ان الطريقه دي تتغير. قال كده حرفيا للمحاور بتاعه، قال له الكوره دلوقتي زي ما كنت انا بلعبها من 30 سنه هي هي، اللي هو شيء منطقيا ما تقدرش تقوله على اي حاجه في العالم. يعني ما تقدرش تقول مفيش أي حاجة كانك هتفضل بتقول ثابتة. التليفونات دلوقتي زي ما هي من 30 سنه، حاجه اصلا ما تتقالش، بس هو الراجل مقتنع بكده. فدايما بيبقى فيه التيار اللي هو بتاع انه يا جماعه انتم معقدين الدنيا وبتاع وكذا، بس نص هذه المشاكل او ثلاث ارباع هذه المشاكل هتتحل لو كل واحد تصالح مع فكره انه انا المجال ده انا درجه اهتمامي بيه قد كده ماشي، فانا هشوف لغايه كده، اللي فوق انا مش مهتم بيه فما اعرفوش فمش هفتي ماشي. لان انت جيت دلوقتي انت مثلا بتعمل بودكاست، خلاص جيت انا قلت لك انا ما اعرفش حاجه ولا عمري عملت بودكاست قبل كده مثلا، واحد عادي فجي قال لك ايه يا عمرو انت بتعمل ايه وبتاع، قلت له انا بعمل بودكاست، قال لك اه يعني بتفتحوا الكاميرا يعني وتصوروا صح مش كده، فانت قعدت تقول له لا ده كذا وكذا، قال لك يعني ما تعقدهاش يعني وبتاع، هو ما جربش، فهو ازاي هيقدر يحكم على اللي انت بتعمله قد ايه سهل او صعب، حتى لو طلع اسهل حاجه في الدنيا، بس هو هيحكم عليه ازاي من غير ما تجربه؟ انت عارف المشكله كمان ان في ناس اخدت الكوره بسطحيه، فاللي هو انتوا معقدينها زياده عن اللزوم دي يا جماعه، كوره صباح الفل. مفيش مشكله، انا مؤمن انه ده هيفضل دايما اكتر حاجه. وده الطبيعي، مش ان هي انترتينمنت في راحت وجت. ده الطبيعي مش هنا بس في اي حته، واخد بالك؟ بس انا بشوف بقى الناس اللي عندها المشكله دي هي عندها مشكله مع نفسها الاول. يعني انا مثلا انا بعمل نفس الشيء في مجالات تانية، سينما مثلا دراما، انا استهلك الدراما زي الخروف عادي ما عنديش مشكله، فضل بقول الجمله دي على طول. في دلوقتي ناس مثلا اصدقائي نقاد وعاملين جروب والكادرات والفوتوغرافيا وكذا وبتاع، اخش بقى انا في وسط الكلام ده واقول لهم يا جماعه انا مش مهتم، او اللي انتوا بتعملوه ده تعقيد زايد وحني. طب ليه؟ طب ما انا هتفرج خلاص على الفيلم، ولو عندي راي هقول رايي كمشاهد عشوائي لا يفقه ابجديات الصناعه دي وخلاص، ومش هخش اناقش حد من دول لان هما بيتكلموا في اشياء انا لا قريتها ولا فاهمها اصلا. دي مشكله عندنا اصلا في المجتمع، ان انت تلاقي دايما واحد انا الموضوع ده مش جاي معايا سكه، فانا هخش اتفرج عليه واشتم اللي بيتكلم فيه. هفضصه يعني. اللي هو مش المفروض يبقى موجود اصلا، يعني مش المفروض ان يبقى في ناس بتتكلم في الموضوع ده، لا طب ما هم سيبهم يتكلموا وانت تجاهلهم بس. يعني الموضوع بسيط، مفيش خناقه، مفيش حد بيقول لك انه لازم تتكلم بكذا ماشي، انما مثلا حد بيتكلم في المساحه دي، بالعكس ده المساحه دي اقليه، يعني مش هم اللي متصدرين المشهد، مش هم اللي بيطلعوا في البرامج، مش هم اللي بيقولوا كذا، مش هم المدربين، مش هم الاعلاميين، فخلاص الناس دي بتتكلم في كذا ماشي. عايز انت شايف مثلا، فلنفترض ان هم كلهم غلط ماشي، وانت مثلا شايف ان هم كذا، عشان تعرف هم قد ايه غلط او ليه غلط ما انت لازم تشوف هم بيتكلموا في ايه، انما من بره كده وانا واقف واقول لك انا بشوف بعينيا، طب صوت يعني ما هو 7 مليار كلهم عندهم عينين، ايه المميز يعني؟ ما كل الناس، ما هو دول عندهم عينين واللي دول عندهم عينين واللي بيشتغلوا ديت عندهم عينين واللي ما بيشتغلوش عندهم عينين، وجوارديولا عنده عينين ومساعدي عندهم عينين،
يعني الحجة لا تستخدم إلا في المواقف دي. تخيل مثلا مدرب كلوب ولا بتاع بيتكلم على المساعد بتاعه فقال له والله بس الداتا كده، قال له بس أنا عندي عينين. ماشي عندك عينين، عينيك شافت إيه بقى؟ قول لي نتناقش يعني، اديني حاجة أعرف أناقشها أعرف أتكلم فيها. إنما أنا عندي عينين وهي كده وخلاص؟ لا. طب ما كل الناس عندها عينين. ففكرة معاداة الداتا أو معاداة المعلومة في مصر شديدة الغرابة يعني ملهاش تفسير. بس انا شايف برضو ان في شريحه كبيره من الهجوم اللي على الداتا ده سببه ان في ناس هيتقطع عيشها حرفيا لو الداتا استمرت عندنا في مصر بانها تتطور وانها تظهر بشكل افضل. مش هتقطع عيش غير اللي مش عايز يتطور. ما هو دي الاغلبيه. طيب فاحنا يبقى مش هي اللي قطعت عيشهم، انا هجيبك في هم نقطه، اللي قطعوا عيشهم انا بقى هجيبك في نفسهم. نقطه انت ما بتحبش تتكلم فيها اللي المحليات على فكره، مش هسيبك يعني. فانا بس يعني بشوف دايما يعني بدون ذكر اسماء، بس المحللين اللي هم بيظهروا على التلفزيون سنهم كانوا لعيبه كوره قبل كده وسنهم كبير دلوقتي، دايما بيحبوا ان هم يتريقوا على الشباب اللي على اليوتيوب والناس اللي بتتكلم بالداتا، يقول لك دول ناس ساعه، ده ملعبش كوره، ده يفهم ايه ما لبسش شورت وفانيل. بالظبط. فانا شايف ان هو عندنا في مصر ده جزء كبير من سبب الهجوم على الداتا فعلا، يعني انا بحس ان هو مقصود. بس السؤال بقى يا عمرو، هل هو مش المشكله في الهجوم على الداتا؟ لا طبعا. لا، لانه هي الناس دي مش بتهاجم اي حاجه مختلفه. لو انا ما بتكلمش داتا خالص وبتكلم تاكتكس زي حسن بلداجي مثلا، ما هو في الاخر لو انا قلت مثلا ان المهاجم زي الفيديو اللي هو طلع فيه، المهاجم مثلا عنده 6 انماط من التحركات بيعملها مثلا، فالناس قعدت تقول لك ايه ده 6 انماط من التحركات، طب السادسه دي فين؟ احنا ما نعرفش غير الظهر والصبح والعصر والمغرب. ده بيختار الموضوع التاني، مش علاقه بقى بالداتا خالص. هو هنا ما بيتكلمش بقى اكس جي وشط قد ايه وشط منين وماتريكس معقده، بتتكلم في حاجات كده انت هتقطع عيشهم بمهاجم المحطه راح فين؟ تكتيكيه بديهيه. ماشي، فهذه الاشياء تهاجم كمان. ليه؟ لان احنا مش بنهاجم الداتا، احنا بنهاجم اي حاجه تغير الوضع اللي احنا فيه. طب احنا بقى لنا قد ايه على الوضع اللي احنا فيه ده؟ من سنين ساعه ما سنين. اتولدنا. طب وصلنا لايه؟ لا شيء. لا شيء، بننتظر طفرات كل 10 20 30 سنه حسب ما تيجي وصدف وبتجمع مجموعه من الموهوبين مع بعض ونعمل حاجه. عشان كده انتصاراتنا ملحميه جدا وغير قابله للتحليل. يعني تعالى كده مثلا اي حد مثلا اي دوله تانية مثلا عندها مثلا جيل زي بتاع حسن شحاته وبتاع مش عارف، يقول لك طب ما احنا عندنا اهو تجربه ناجحه وناس خدوا مش عارف، تعالى بقى ندرس التجربه دي. سيبك بقى من دي اثليتيك، احنا مننا فينا هندرس التجربه بتاعتنا ونشوف العيال دي وصلت كده ازاي. ولما تيجي لو عشان تكرر التجربه دي مش يعني انت مش ماشي على الطريق اللي يخليك تكمل التجربه، يعني بدايتها انت مثلا اصلا ما مع شوقي بتجربش، غريب، مع شوقي غريب في 2001. تدرس اصلا، ولو درست مش هتلاقي حاجه. هتلاقي الناس عماله تقول لك ايه زي ما كان بيتقال في الفتره الاخرانيه انه القماشه، اصل بص دول وبص دول لا وبص بس دول على وبص فكره، دول. على فكره انا شايف ان انها تجربه وتدرس المفروض، لان انت الجيل ده ابتدى مع شوقي غريب في 2001 وبعدين مع حسن شحاته في 2003 في كاس العالم للشباب، فهو جابوا شوقي غريب وجابوا حسن شحاته اللي هم يعتبروا ربوا الجيل ده مع تطعيم مع الجيل القديم بتاع الجوهري وعملوا الجيل بتاع 2006. ماشي، بس ده المفروض اللي يحصل بقى. السؤال بقى، اللعيبه دي اتجمعت مع بعض، ماشي، ليه اتجمعت؟ بلاش، تعالى نسأل سؤال تاني، ليه اللعيبه دي كانت متفوقه افريقيا بالشكل ده وما نجحتش انها تتأهل لكأس العالم؟ نسأل سؤال. انا مش بشكك هنا، مش بقول ان هم وحشين او حلوين او فشلوا عشان كذا او عشان شخصيتهم ضعيفه او عشان ما عندهمش طموح او الكلام اللي هو المعلب ده، لا انا بقول لك انه بس مجرد ان احنا نسأل السؤال ونبتدي ندرس هل عندنا الادوات دي؟ ما عندناش الادوات. فهو الاعتراض مش على الداتا، المشكله يعني صراع الناس دي ما هوش صراع مع الداتا، هو صراع مع اي شيء مختلف، اي شيء جديد. ليه؟ عشان هو كده واحنا تمام وقاعدين وبتاع، وانتوا يا جماعه بقى ايه ما تاكلوش دماغنا. انتقلت الفكره اللي هي من واحد قاعد على اليوتيوب، انت مثلا عملت البودكاست ده مثلا ونزله، فدخل قال لك يا عم انتوا ما تاكلوش دماغنا بقى. ماشي، ما تاكلوش دماغنا هنا ملهاش معنى. ليه؟ لان انت قاعد على اليوتيوب يا معلم، انت هتشوف يا مش هتشوف، يعني هو ما جاش قاعد على حجرك وعمل البودكاست، فانت لو عايز تتجاهله يعني ايه ما تاكلوش دماغنا؟ ما تاكلوش دماغنا يعني ما تبقاش موجود اصلا، لا انا اشوفك ولا غيري يشوفك. ايه دي مشكلته؟ لان لو هو مشكلته شخصيه ان هو هيشوف، ما خلاص مش هيشوف،
بس خلاص يبقى احنا يا انتهى جماعه، الموضوع احنا يا جماعه دلوقتي في 2023 انت ماسك الموبايل اللي مش بالظبط. عاجبك ما تبصش عليه يعني. غير القناة والفكرة قديمة، يعني كنت بتتفرج على التلفزيون مش عايز تشوف حاجة، بتغير القناة بس خلاص انتهى، واخد بالك؟ انما فكرة انه انا دلوقتي قاعد، انا مش بس مش عايز اشوف، انا مش عايز اجي في لحظة احس ان انا مضطر اتعلم ده. طب يا جماعة السيستم اللي انتوا بتعملوه ده هل وصلكم لاي شيء؟ لا، ما وصلكوش لاي شيء. هل المستوى الدوري بيتحسن؟ لا. هل انتوا حتى ثابتين على نفس المستوى؟ لا. هل الناس اللي انتوا بتسمعوهم بيتكلموا دول هل بيقولوا شيء مفيد؟ لا. هل في حد بيتعلم؟ هل في مصدر المعرفة؟ يعني انا لو واحد دلوقتي شاب صغير متخرج من كلية التربية الرياضية عايز ابقى مدرب، فرحت الاتحاد المصري او رحت اي حتة قلت يا جماعة ايه مصادر المعرفة؟ ايه المكتبة اللي عندنا؟ ايه الكتب؟ ايه الدراسات؟ ايه الابحاث؟ سيبك من الداتا سيدي، الداتا اسوأ حاجة في العالم، انا عايز افهم تاكتكس. لو انا رحت دخلت اتحاد الكورة وعملت اجتماع لكل مدربين الدوري قلت لهم ايه الخطط اللي كذا، طب ايه الخطه اللي انسب لكذا، طب انا عندي اللعيبه دول، طب ازاي اعرف اللعيب ده هيبقى نجم كبير ولا لا، وهل ممكن اصلا اعرف ولا ما اعرفش، وازاي ادرب الناشئين، ازاي حتى بص من اصغر التفاصيل لغايه اكبر هو انا التفاصيل. اسف ان انا هقطعك يعني، هو اصلا مش هيسمحوا له ان هو يخش ان انا ملبس شورت وفانيلا. لا حتى لو دخل يا سيدي ماشي، انت فنفترض شفت الموضوع الاخير اللي هو اللايسنس بتاع بتاعتنا؟ النهارده ولا بتاع اللايسنس؟ لا ما شفتش النهارده بتاع اللايسنس اللي هو كان من شهر تقريبا، اللي هو لازم يكون لعيب كوره مسجل في سجلات اتحاد الكوره يعني. على فكره الانحياز للعيبه السابقين ده حتى موجود في رخص اليويفا، ان ما كانش بالشروط المباشره فهو بالمبلغ، ان هو تكاليف الرخصه اصلا هتبقى اغلى. هتبقى غاليه لدرجه انه لا يملكها فعلا الا لاعب سابق ماشي. فالانحياز ده موجود في الكوره من زمان، بس لانه مش الاتحاد هو اللي بيتحكم في كل شيء، وانت ممكن تاخد الرخصه من مليون حته، ولانه في ناس قاعده بتشتغل وقاعده بتدرس وقاعده وقاعده وقاعده. طيب احنا ما عندناش امكانيات وما عندناش مثلا قسم ابحاث او دراسات بدنيه او فنيه او كذا في كليات التربيه الرياضيه في الرياضات المختلفه، مفيش مشكله. جاء بقى انه كتير من الامم قبل ما تتطور وقبل ما تنطلق في مكان معين اعتمدت على اللي وصلت له الامم المتقدمه ثم اخذته وايفته على مقاسها وابتدت تزود عليه وتشوف منه ايه المناسب وبتاع. حتى الفكره دي بقت مرفوضه، انه لا ذا اثليتيك حنيكه، مش عارف ايه داتا لا تعقيد، مش عارف كذا لا انت بس عايز تبان مش عارف تاخد الترند ولا خالف تعرف، كل حاجه وليها حاجه. طب ايه الحل يا جماعه؟ طب نعمل ايه؟ زي ما احنا، أو يا ريت زي ما احنا. ويا ريت زي ما احنا، والناس ما بتشبعش يعني، انت ما يعني مش هتاخد وقت مثلا وبعد كده خلاص نخلص نستناك، لا احنا عمالين نفرغ نفس الاجيال الجديده اللي هي لا اتدربت، ولو اتدربت ما فهمتش وما خدتش اي كورسات. انت بتقرا الخبر كده انه فلان يعتزل ويحصل على وظيفه في قطاع الناشئين بالنادي، فنفس الخبر ليه؟ وزي ما انت بتتعامل في التعليم بتتعامل في الكوره، يعني التعليم امر اشد خطوره واهميه بكتير من الكوره، بس انه المدرس اللي هو هيدي للاطفال ده ده ادفع حاجه يعني، ده اي حد يعمله مع ان ده اللي هو اهم حاجه، اهم حاجه. تلاقي مثلا فلان في النادي الاكس الكبير في مصر مثلا مدير قطاع الناشئين ده لازم يبقى حد بنديله مكافأة يعني لسه نهاية من الخدمة. فتره يعني كان في لعيب مشهور اسطوره كلاعب في احد الناديين الكبار في مصر يعني، اعلن اعتزاله وفي نفس الخبر عرض عليه اتنين، واحد من ده واحد من ده، اعلن اعتزاله وفي نفس الخبر هيمسك مش عارف، واحد مسك نائب قطاع مدير قطاع الناشئين والتاني مسك مش عارف فريق تحت كام. طب يا معلم هو انت لما تدير الامور بالشكل ده هيطلع لك منين لعيب؟ وهي دايرة بقى، ما انت مش هتلاقي لعيبة فهتروح تصرف ملايين عشان تجيب لعيبة. بالظبط. فانت لما تفكر في الموضوع هو مش معقد خالص، انت ماشي انت بالجزاء من جنس العمل، انت ماشي بالنمط ده هيبقى عندك مدربين ما عندهمش فكره هما بيعملوا ايه، هيطلعوا لعيبه ما عندهاش فكره هي بتعمل ايه، والنتيجه ان انت بتشوف ناس في منتخب مصر ما تعرفش تدافع واحد على واحد ازاي، ما تعرفش تدافع اتنين على اتنين، ما يعرفش الفرق بين ان هو يدافع على الخط او يدافع جوه يا ريتها الصندوق. لو ايه بتوصل على كده. هو في عندنا لعيبه مش عارفه تلعب وسط جمهور، لو انت بس تتحط وسط جمهور الموضوع اكبر من كده دي بكتير. نقطه تانية دي بقى نقطه تانية ابعد لاحقه اللي هي بقى، بيزكس الكوره بس اصلا. انا اكلمك في فنيات دلوقتي. انت يا معلم بقالك 20 ولا 21 سنه في الاكاديميه بتعمل ايه؟ الناس اللي بيدربوك دول اخدوا فلوس على ايه؟ عشان يجروك التراك ويدخلوك الجيم ويلعبوك تقسيمه في اخر التمرينه؟ طب ما ده بقى اللي حرفيا اي حد ممكن يعمله. انت طويل فانت تلعب ورا. وهكذا. فطب يا جماعه ما احنا جربنا الكلام ده، فهي المشكله انه مفيش موضوع تعقيد.
بالعكس، اللي بيعقد الامور هم الناس اللي هم قاعدين في مناصب لا يستحقوا ان هم يقعدوا في المناصب دي، والمشكله ان الناس دي ما بتشبعش. يعني لا بيكفيهم الشهره والمجد والفلوس اللي هم عملوها كلاعيبه، ولا كضيوف في القنوات الفضائيه، ولا كمسؤولين واعضاء وامناء صندوق ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. الموضوع ما بينتهيش. طيب عارف انت حرقت لي سؤال اللي هو انت شايف الكرة المصرية رايحة على فين؟ بالتوفيق للجميع يعني، وربنا يولي واللي من مصر. يوصل. طب برضه انا سؤال، مش شايف الكره المصريه اصلا من 2013، انا ما بتفرجش، فلا اقدر اقول هي رايحه على فين ولا راجعه منين. سؤال تاني ما كانش ده وقته خالص يعني، بس هو الكلام جابنا ليه لؤي فوزي مش بيتكلم في المحليات؟ اه هو نفس السبب، لان الموضوع وصل لدرجه من السخافه والتفاهه انه ما تقدرش تتعاطى معاه من غير ما تحس ان انت بتستخبى. يعني كانك قاعد بتتكلم مع واحد انت بعمر اهو شاب كبير وبتشتغل وكذا وكذا، فواحد يقول لك اهلا يا حبيبي يا عمور ازيك عامل ايه زي بابا وزي ما، طول الوقت بيكلمك بالطريقه دي، فانت بعد فتره هتقوم تديله بالرجل في وشه اللي هو يا معلم ما تكلمنيش كده، يعني انت ليه بتتكلم معايا كده؟ هو ده الكوره المصريه، ان احنا طول الوقت قاعدين بنشتغل الناس اللي بتتفرج، وقاعدين بقى بنتخانق كمان، يعني مش حتى اللي هو كلام من الخناق اكتر من الكرة اه اصلا. يعني انه بعد فترة، شوف شوف لما انت بتفرض وضع مختل لفترة طويلة، مفيش حاجة في الدنيا ولا في الانسان اقوى من قدرة الانسان على التأقلم. دي غريزته الاساسية، انه عايز يعيش، فبالتالي قدرته على التأقلم لا نهائية، ما دام الشيء اللي هو عايش فيه ده بيحصل بالتدريج، فهيفضل يتأقلم 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 مهما الوضع وصل لدرجة من السخافة والجنان. فانت كل شوية الوضع يا جماعة احنا ما عندناش كورة، واخد بالك؟ فتلاحظ انه بعد فترة لا ابتدينا انه ما بقيناش بنتكلم في المساحة دي، انه عايزين نطور وكذا وكذا، لا بقى الموضوع كله متوجه للخناقات الاهلي والزمالك، وده عمل وده سوى والمجلس الإدارة والحكاية ومين حط على مين ومين كذا ومين كذا ومين كذا، وتم اختصار الموضوع في الآخر كله ايه؟ كل هذه المنظومة بتشتغل على ايه؟ على انه الناس مستنيه الماتشين 3 4 5 اللي في الموسم اللي هنقعد نحفل فيهم على بعض على السوشيال ميديا. بس هو ده مختصر ما يحدث. هل في كوره بتتقدم؟ ما فيش كوره بتتقدم. هل في لعيبه؟ ما فيش لعيبه. هل في محاولات طيب للتطوير؟ طب ما فيش كوره ما فيش لعيبه، اوكي. دول كتير كده. هل في محاولات؟ لا. طب بلاش محاولات، هل في اعتراف الوضع اللي احنا فيه؟ لا. ده في مكابره. وتحميل للعيبه دي فوق طاقتها، انه تعالى يا فلان ودينا كاس العالم، تعالى يا فلان كسبنا مش عارف ايه، بص الفرق بين فلان وعلان ومقارنات وبتاع مش عارف ايه الكلام ده. فشيء ما تقدرش تستحمل ان الناس تتعامل معاك كده طول الوقت، وكانك مش شايف ومش سامع مش فاهم. طب الموضوع ده يحزننا يعني، انت شايف كان دايما يقول لك ان الدوري المصري هو اقوى دوري في المنطقه، قعدنا نقول الجمله دي كتير في وقت كان عندنا مثلا في شمال افريقيا الدوري المغربي والدوري التونسي والدوري الجزائري كان مستوى اعلى بكتير من عندنا، بس احنا كنا برضو بنقول ان الدوري المصري اقوى دوري، لحد بقى ما دلوقتي الدوري السعودي. الدوري السعودي هم ماشيين على بلان تقريبا بقى لها حوالي 10 سنين من ساعه ما بقى دوري المحترفين، لحد ما احنا شايفين دلوقتي ان الدوري السعودي بقى محطه مش لعيبه جايه تعتزل، لا محطه اللعيبه لسه نروح فيها، اخرهم كانتي، مين تاني كان لسه رايح قريب الدوري السعودي؟ بنزيما، روبن بنزيما، نيفيش، رونالدو طبعا، وروبن نيفيش ما كملش 30 صح؟ متهيألي لسه. فيعني مش مجرد محطه ان حد جاي يعتزل وياخد قرشين وبتاع. فانت برضو عايزين كده نشوف رايك في الدوري السعودي رايح فين والكره السعوديه رايحه فين؟ انا مش بتفرج على الدوريات الاسيويه بشكل عام ولا الافريقيه الصراحه، انا بتفرج على الدوريات الاوروبيه، بحس ان هو ده الحاجه اللي لا انا هي قصدي على التجربه يعني. بص، هو انت لو عايز تطور، لو الهدف هو تطوير الكوره في البلد، بلد مش متقدمه، فخطوه ان انا اجيب لعيبه مشاهير في الدوري وكذا ما هياش اول مره تتعمل، يعني اتعملت قبل كده في قطر، اتعملت في الصين، اتعملت في الهند، لكن ما كانش في التجارب السابقه دي ما كانش في تطوير حقيقي للمدربين. لو انت نفس الشيء برضو ينطبق على مصر، لو انت عايز تطور الكره المصريه هتبتدي منين؟ هتبتدي من ان انت تعلم المدربين اللي موجودين، لانه اوريدي دي ناس موجوده، الاطفال موجوده، مفيش شيء جيني في الطفل المصري او السعودي او الصيني او الهندي يخليه اقل مهاره او اقل جوده من الاطفال الباقيين،
ربما يكون جودته من نوع مختلف، لكن في النهاية انت محتاج تعلم المدربين. فهو الموضوع كله متوقف على انت ايه هدفك من التجربة. هل انت هدفك من التجربة زي مثلا ما كان الهدف من شراء باريس سان جيرمان، اللي هو بشكل اساسي بالدعاية، مش تطوير الكورة بمعنى التطوير، يعني ان احنا هنعمل طفرة في البلد اللي احنا رايحينها او كذا. هل هو ده الهدف برضه في السعودية، انه السياحة، انه يا جماعة بصوا هنا في بلد في المنطقة دي متطورة متقدمة، عندها سياحة، عندها مناظر جميلة، اللعيبة الكبار المشهورين اللي انتوا عارفين اللايف ستايل بتاعهم، بيجوا بيتبسطوا بيقضوا اجازات وبيعيشوا كمان طول السنة وبيلعبوا كورة وكل الكلام ده، فبالتالي ايه المانع ان البلد دي تنظم كأس عالم او تنظم ايفنتات ضخمة او لان هو ده اللي بيجيب طول السنة. انما لو احنا بنتكلم الكورة كغاية فده مش احسن حاجة تعملها. لو بنتكلم الكورة كوسيلة لكسب أرضية إعلامية أو سياسية أو تفاوضية، أو إن أنا أظهر أكتر على الساحة الدولية وكذا، فأه ده أكيد مفيد. طيب مش شايف ان هم برضو ماشيين على تراك كرويا مظبوط بقالهم فتره؟ يعني انا كان اوليفر كان تقريبا كان ماسك منصب في اتحاد الكوره عندهم، وجابوا جولينا وجابوا كمان مدربين يعتبروا مش عايز اقول صف اول بس صف تاني، يعني نونو سبرينو سانتو، وجابوا كذا مدرب برضو ما يتقالش عليهم رودي مدربين كاس غارسيا ورودي جارسيا. فهي مش تطوير من اللاعبين بس، هي تطوير في كل هياكل الكوره عندهم. انا بصراحه ما اعرفش هم عملوا ايه على مستوى الناشئين، وما اعرفش برضو، يعني ما عنديش داتا بقى هيك، ما اعرفش برضو مدى الاقبال اصلا على اللعبه بين المواطنين السعوديين على قد فكرة ايه. هم زينا جدا في الكورة، يعني هو لا مش كشعب قصدي أنا اقبال فاهم تشجيع، قصدي كلاعب. ممارسه. اه يعني هل في مثلا مواطنين كتير بيشوفوا ان ده والله مسار وظيفي كويس، ان انا اخاطر بالتعليم واخاطر بكذا وكذا وكذا عشان ابقى لعيب كوره زي ما كل اللعيبه بتعمل في كل طب حته؟ مش شايف ان هو لما يشوف لعيبه بتلعب زي رونالدو وزي بنزيما فهو يتحمس اكتر؟ لو انا شاب ان انا عايز العب. اه بس الافضل من انه السعوديه او قطر او الصين او الهند او ايا كان انه يجيب لعيبه كبيره في الدوري بتاعه، ان منتخبه نفسه الوطني ودوريه ولاعيبته الوطنيين يبقوا هم كمان أقوياء وعلى مستوى عالمي، إنه يحصل العكس، لعيبته هي اللي تطلع بره. صح؟ فده مش هيحصل إلا لو أنا عندي تجربة إنه اللعيبة دي من وهي صغيرة اتعاملت مع مدربين، مش بس أنا بجيب مدرب كبير عشان يمسك الفريق الأول بعد ما اللعيبة تكون خلاص اتأسست ونشأت وكبرت وانتهى الموضوع. فاهم قصدي؟ هي دي القصة، إن أنا أتعامل مع الموضوع من تحت، زي ما فرنسا عملت، زي ما ألمانيا عملت، زي ما بلجيكا عملت. هي القصة طبعا بدأت من تحت، مش ان انا اروح اجيب الناس وبعدين اللعيبه دي هتطلع. اوكي، وكلها مشاريع ونماذج مختلفه، يعني اللي عملته فرنسا ملوش علاقه باللي عملته بلجيكا، ملوش علاقه باللي عملته المانيا، ملوش علاقه باللي عملته اسبانيا اذا كانت عملت حاجه يعني. انا شايف انها تجربة مختلفة عن برضو الصين وعن الهند وعن قطر، يعني نستنى ونشوف. بس انا شايف انها تجربة مختلفة، وهم انا حاسس ان هم مش مجرد بيصرفوا خلاص. يعني انا حاسس ان في دراسة معمولة من قبل كمان وصول رونالدو للسعودية بكتير. انا شايف ان في تطور ملحوظ، تطور في المنتخب السعودي احنا شفنا جزء منه في كأس العالم على فكرة. قبل كده برضو صفروا اللعيبة بتاعتهم، صحيح ما لعبوش في اسبانيا، بس انا حاسس ان هم عايزين يعملوا حاجة، فأدينا نشوف يعني. اه بالظبط، وهو حاجه زي كده العناوين دي، يعني لو في شيء بيحصل على مستوى القواعد فالعناوين بتاعته مش هتتقري كتير، مش هتظهر لنا كتير الا لو احنا رحنا وقررنا ندور في الموضوع ده. يعني ممكن يكون في شيء بيحصل واحنا ما نعرفش، واخد بالك؟ وعشان نتيجه الشيء ده تبان، مش هتبان دلوقتي، يعني ممكن يكون كذا حاجه في نفس الوقت، ما مش فيش حاجه بتقول انا لازم اختار ما بين ده وده. ممكن اكون بجيب رونالدو وبنزيما وكانتي وكذا، وفي نفس الوقت لا بعمل برامج لتعليم المدربين وكذا بارل بقى مع في بعض. نفس الوقت. اه فالعيال الصغيره اللي بتتمرن يبقى عندها انسبيريشن وعندها بيشوفوا لعيبه على مين بيلعبوا في الملاعب بتاعتهم، هو الالهام بيجي بالطريقه دي، بس الاهم ان لعيبتك هي اللي تطلع بره. تعرف كمان في حاجة يعني هتستغربها، مش عارف عندك معلومة ليها ولا لا، بس الكرة السعودية النسائية في مرحلة تطور كبيرة جدا جدا جدا. لا ما عنديش معلومه خالص. ده لو انت اتفرجت على التقديمة بتاعت رونالدو لما جاء اتقدم، جابوا فريق النصر للسيدات نزل الملعب قدم رونالدو. فاحنا بعيدة. مع ان احنا يعني هي القصه الجزئيه اللي كنا بنتكلم عليها من شويه بتاعه الكره المصريه وكده،
هو في الحقيقة انت لو فكرت في الموضوع هتلاقي ان اكتر تهمة توجه من الناس ان انتوا يا جماعة بتعقدوا الموضوع وكذا وكذا وكذا. هو في الحقيقة العكس هو صحيح، موضوع بسيط جدا، علم، اتقان، شغل حقيقي، واخد بالك، بحث. انتوا اللي بتعقدوا، انتوا اللي بتقولوا، بترجعوا دايما ان المنهجيات والمرجعيات اللي لازم نحتكم ليها هي اشياء خرافية خوارقية لا يمكن قياسها لا يمكن مناقشتها، اصل ما لبسش كذا وكذا، اصل ما عندوش السنس، اصل مش عارف ايه. ايه شيء اقعد من ان انا اقول لك سنس؟ يعني ايه؟ يعني انت مثلا ما تقول لي انا هعمل دي ازاي، اقول لك سنسها كده. سنسها دي حاجه انا بس اللي فاهمها، يعني انت هتقول لي سنسها يعني اعمل ايه؟ وبعدين احنا في وقت يعني انت عندك مليون ريفرنس ومليون حاجه تمشي عليها موجوده ومليون مدرسه احنا حواليك. سايبين بقى كل الكلام ده اللي هو مرمي على النت بالهبل في كل حته، وقاعدين بقى نقول ايه سنس شورت وفانيلا، لعيب كبير، خبرات، قيمه، مش واللي عارف ايه. يزعلك ان انت عندك كوادر مصريه شبابيه موجوده في مناصب بره مصر في الكوره كتير جدا انت ممكن تستفيد بيهم، بس احنا مش عايزين. انت قرار مثلا اللي نزل النهارده ده بتاع اما الرأسيات، ما اعرفش ايه القرار بتاع النهارده، ايه المرجعيه هنا؟ ايه هي اللي دي حصل، مشكله. ايه اللي حصل؟ قال لك انه هنحسب الاهداف في الدوريات الناشئين عبر الجمهوريه، يعني الاهداف الرئيسيه بهدفين. ايه ده؟ هو عشان انت كنت عامل حلقة عن ال نشجع على، سيبك من الحلقه وسيبك من الكلام، اعتبر الحلقه دي مش موجوده واعتبر القصه دي مش موجوده، ماشي؟ يعني عشان بس الناس كلها عماله تبقى اصل قاعده انت ايه؟ كنت انت عكس عكس الكلام اللي انت قلته، انت بتقول المفروض احنا نقلله ونمنعه في يا ابني الجيم. الكلام ده مش انا اللي قلته، الكلام ده موجود ناس بتتكلم فيه من سنه 2000 في انجلترا. احنا بس نقلناه دلوقتي فقط، هو ده اللي حصل. هو بجد القرار ده؟ اه والله العظيم. ده وكان احنا هما بنلعب باسكت ولا ايه؟ ثلاث قرارات، مش عارف القرار ده والتسديده من بره المنطقه مش عارف بكام وايه وجون سلط حاجه زي كده يعني. فسيبك من الكلام ده، من انه عملنا حلقه ولا ما عملناش حلقه وبتاع، يعني هي مش مناسبه عشان انا اعمل دعايه، ما في الاخر الحلقه دي معتمده على مصادر اجنبيه ودراسات، لان احنا ما عندناش دراسات بالشكل ده اصلا. احنا كان ممكن نعيش مليون سنه العيال بيجي لها خرف ودمنشيا والزهايمر من اضطرابات الرئيسيه وما نعرفش، ما دام ما شفناش الناس اللي بره اللي اكثر تقدما عملت ايه. سيبك بقى من كل ده، دلوقتي حضرتك نزلت ده، ماشي؟ انت كاتحاد الكوره نزلت ده، هل انا دلوقتي من حقي اعرف ده تم بناء على ايه؟ يعني في مراجعة يعني القرار سيبك من الرئيسيات، اعتبر قرار الرئيسيات ده ما نزلش. انا مثلا قلت التسديد من بره المنطقه هو كاتبينها كده بهدفين لفك التكتلات، جميل. طيب انا دلوقتي مين اولا، مين اللي اخذ القرار ده؟ يعني هل انتوا عندكم مثلا لجنه فنيه، وهذه اللجنه الفنيه فيها مين ومين ومين ومين؟ ماشي، انا عشان اخد ده قرار مفيش مدير فني لاتحاد الكرة بقالهم فترة، بقالهم سنتين تقريبا مفيش او حاجة. في، حتى لو في، هذا الرجل المفروض يطلع يشرح والله يا جماعه ويقدم لنا برزنتيشن، والله يا جماعه احنا عملنا كذا كذا، مش عشان احنا، سيبك مننا احنا كجمهور، حتى المدربين اللي هيطبقوا الكلام ده انت متخيل في كام خطوه احنا نطيناها؟ فرمان كده. وبعدين انت، انا لسه عارف القرار ده دلوقتي، انت قعدت تفكر كده، انت في مرحله سنيه معينه هتلاقي العيال بقى تاخد الكرة ويشوط يشوط يشوط، مفيش اي دراسه للموضوع. انا لما مش انت فاهم، تقول لهم الشوطه من بره باتنين والرأسية بتعلمهم باتنين، الانانيه اكتر. انت مش، انت كده مش بتحدد شكل الجيم اللي هم هيلعبوا؟ ايه اللي بيضمن لي ان انا اتحط في الموقفين دول اكتر حاجه؟ الضربات الثابته ما الضربات الثابته، العب كره طويله ويستنى الناس على حدود المنطقه اللي تنزل ويشقها. طب هل دي كوره؟ لا طبعا، بس انت كده حرفيا دي كوره في الشارع. بس خلاص انت شلت كرة من على الارض، ده اول حاجه. سيبك بقى من المخاطر الصحيه بتاعت انه راسه والعر راسها هتخبط، وان الناس اصلا بتمنع الكلام ده في السن ده، وفي توجه ان احنا نمنعه في الكبار كمان، ماشي؟ سيبك من القصه دي اللي هو يعني انت ما عملتش ريسيرش 5 دقائق على الموضوع ده، مش متابع اصلا ايه اللي بيحصل حواليك في العالم، بس سيبك من ده، هل انت فكرت ده هيخلي شكل الجيم عامل ازاي؟ انه شوطات من بره وكرات راسيه ده هيخلي شكل الجيم عامل ازاي؟ وخصوصا في مرحلة سنية مش ناضجة أصلا. فمين اللي بيعقد الامور؟ أنا مش مصدق والله. اللي بيجيب لنا البتاع، يعني اللي هو ايه، انت جاي تعمل عربيه فيا معلم الموتور، لا لا ده بالسنس كده. طب يا اسطى العجل بتاع مش، لا دي بس بالخبره ده انا عارفها بس. طب كذا، طب خلص لك العربيه واديها لك. طب شغاله ازاي؟ ما انت بقى افتح بقى انت واكتشف تاني، فكها بقى من اول وجديد. الله، طب ولا نمشي على خطوات نعرف
انت معلم جمعت العربيه دي ازاي عشان بعد كده نعرف نصلحها، مش كده؟ ما احنا مش هنخلص الحاجه دي ونسيبها ونمشي، ما احنا هنفضل كل شويه نطور ونصلح، وناس تقترح ويجي حد يقول لا يا جماعه والله انا معايا دراسه بتقول ان الكلام ده اي كلام، مش صح. انا عايزك بقى تتفرج الفتره اللي جايه على مباراه الناشئين عشان هتعمل كوره تانية برضو. هتلاقي بقى الولد المهاجم رايح قدام الجون صاحبه بقى، ده التكتيك الجديد، صاحبه هتلاقيه مستنيه بقول له، يقول له بص هتلاقيني بفرد 18 بخطوتين، اول ما تقرب بازيلي وانا هشوط من بره، او واحد رايح هجمه يروح جاي خابطها في واحد عشان الكره تطلع كورنر، عشان لما العبوا الكورنر الكره تيجي باتنين. يقول له حطها بدماغك، لو ما عرفتش والمدافع خدها هشوطها انا من بره. هو ممكن بقى كمان بدل باص شوت، عارف انت اللوب بتاع البلاي ستيشن القديم ده، تعمل لوب عشان اخش اعملها كده. احنا هنشوف العجل او مش هنشوف، هو ده اللي انا قررته بقى ان انا مش هشوف يعني. اتصدمت. تعال نروح لبرشلونه، هسألك سؤال كريتيف جدا ما تسألكش ولا مره في حياتك. عرفت. يعني ينفع عجاله، مش لازم نخش في تفاصيل. ايه رايك في موسم تشافي في برشلونه؟ احنا النهارده بنتكلم والموسم خلص. موسم ناجح جدا طبعا اوفر اول. مش شايف ان الخروج من اليوروبا ليج او الخروج من الشامبيونز قبلها بدري شويه؟ بص، اصل الكلام زي ناجح وفاشل وشايفه ازاي، ده كلام كله كونتكستشوال، متوقف على السياق. انت كنت فين؟ بقيت فين؟ على فكره انا معاك، بس انا لازم دايما ابقى فاهم. النجاح هو ان انت، انا استلمت الحاجه دي كده سلمتها احسن، هو ده النجاح. هل هو استلم الحاجه سلمها احسن؟ مفيش شك في ده، مفيش اصلا خلاف في النقطه دي، واخد بالك؟ لكن ايه اللي بتتخلق المشكله امتى؟ لما هذا الرجل يحقق نجاح فنبتدي بقى نبالغ او نذبح. ماشي، انا من قبل تعيينه ما كنتش شايف انه جاهز، هو نفسه ما كانش شايف نفسه جاهز ورفض المفاوضات في الاول. طب ليه مش احنا لو طبقنا ده على نفس الكلام على جوارديولا كان وقتها برضه مش جاهز؟ ولا عشان جوارديولا كان بيتدرج في الفئات السنيه جوه النادي؟ كام واحد بقى، كام نادي قال الجمله اللي انت قلتها دي؟ كتير قوي. يعني كام واحد منهم طلع مع جوارديولا وسولشاير انت بتاخد الاستثناء وتخليه قاعده. ما هو لو هي كده كان هيبقى جوارديولا ده مش كان مدرب عادي. لو اي حد هيجيب واحد ويطلع جوارديولا معاه، طب ماشي بقى، احنا ما ده من هيبقى ده العادي. انما انت جربتها كم مره؟ ده ميلان بس فيه بتاع 3 4 5 تجارب، ميلان لوحده كلهم في بحر سنتين ثلاثه. بيعملوا ايه دلوقتي؟ سيدورف بيعمل ايه دلوقتي؟ انزاجي ابتدى يبني مسيرته تاني من تحت، بيبو مش سيموني، بعد كام سنه اشوف من تجربته في ميلان. بيرلو، لامبر، جيرارد، روني. طب مش شايف ان كان تجربه السد مع تشافي يعني ما كانتش كفايه؟ لا طبعا. طب انت شايف يعني تقييمك للموسم ان هو كان موسم ناجح؟ تديله كام طيب يعني على الستاندردز اللي انت كنت حاططها؟ عشان برضو تديله كام من 10؟ انا بصراحه ما توقعتش ان هو ياخد الدوري، يخرج من دوري الابطال. ما توقعتش ان هو يخرج من دوري الابطال. بس هو انا يعني مشكله، ما دي بقى مشكله الكوره، انت لو بصيت على الموضوع من بره هتلاقي ان ازاي نخرج من دوري الابطال وبتاع، بس انت كان في تفاصيل في صح، كان في تحكيم في الماتش بتاع، كان في حظ كمان وحش كمان. بس انا بتكلم هنا، بلاش اقول ما توقعتش انه يخرج من دوري الابطال، لانه الخروج اللي هو النتيجه ده في حاجات كتير متحكمه فيه. بس خليني اقول ما توقعتش الاداء بتاع ال 180 دقيقه بتوع انتر دول، سواء تاهلت او ما تاهلتش. انا الاداء نفسه كان محبط بالنسبه لي. ماتش الاياب بتاع مانشستر يونايتد كان وحش، كان بلا حلول. وماتش الاياب بتاع مانشستر يونايتد وبرشلونه ما عرفش يتعامل مع الضغط، كان ممكن بسهوله جدا نتاهل الماتش بتاع مانشستر يونايتد ده بسهوله جدا، سواء احنا سيبنا الماتش. بس كان في مشاكل، كان في اصابات، كان في مشاكل وكان في اصابات، وبرشلونه ما قدروش، خط نص برشلونه ما قدروش يتعاملوا مع السرعه اللي كان والحده اللي كان بيضغط بيها مانشستر يونايتد. ده الفرق الاساسي اللي برشلونه كان هيواجهه. التشكيل ده بتاع برشلونه بالشكل ده في اللحظه دي كان هيواجهه قدام اي فريق من البريمير ليج، الانتنسيتي، السرعه، الحاجات اللي هو مش بيواجهها كتير في الليجا. لما قلت الكلام ده الناس زعلت، بس لا، فرقه برشلونه قدامها كتير. وانا مش شايف، يعني انا شايف انه تشافي هو كمان عمل خدمه للفريق الناس ما بتتكلمش عنها كتير، خدمه ضخمه جدا اللي هو مشى العواليس، انه مرحله انتقاليه ممتازه انت كنت محتاج فيها حد زي تشافي. يعني في حاجه تشافي عملها ما فيش حد غيره كان يقدر يعملها، اللي هو البوسكيتس بالظبط، انه انت الناس مشيت من غير
اهانات في الاغلب العام يعني، ومشيت بسلاسه، وبقى عندك فرصه ان انت تتخلص من هذه الحقبه وتقفل بقى الصفحه. وهو الوحيد على فكرة اللي كان يقدر يعمل كده، كان اعتقدش ان كان في مدرب يقدر يعمل بالظبط كده. يعني هو بالظبط. يعني لو رجعنا فلفل وبتاع كان صعب قوي لا لا لا، ده فلفل ده كان هم اللي سايقينه، ده هم اللي بس على مشوا لو فكرة احنا عايزين. طول عمرنا في برشلونة احنا بنجيب مدربين كده قاصدين، يعني من يعني طول عندك عمرنا لا، يعني ما مثلا اكسبشن فانخال مثلا، يعني احنا لو احنا قلنا واحد عنده شخصية نوعا ما، كان ريكارد كان قبل ما يجي برشلونة ما كانش عنده اي حاجة في السي في. جوارديولا نفس الكلام. بس انت كان عندك رفاهية ده لما كان كرويف موجود، ان هو بيختار ناس، وبعدين رايكرد كان معاه 10 كيت برضه. فانت عندك في الحقبة الاخرانية، في حقبة النجاحات، انت ما كنتش شايف، لانه المنهجية نفسها كانت واضحة، احنا عايزين نعمل ايه، والتعديلات بسيطة ماشي. وقتها كمان ولحد 2015 و16 و17 ما كانتش الكرة بالتعيد بتاعها دلوقتي. جوارديولا نفسه دلوقتي ملوش علاقة كبيرة بجوارديولا اللي ابتدى. واخد جوارديولا 2008 2009، 2008 2009 قطعا برشلونه قدم كوره امتع دي حاجة وافضل حقيقة مؤكدة يعني. من اللي بيقدمها السيتي السنه دي مثلا. لكن جوارديولا مدرب افضل بكتير السنه دي من عما كان في الوقت ده، فهو اتغير، واخد بالك. فالقصه هنا انه ما بقاش ينفع في الوقت ده، في الاختبارات اللي انت بتقابلها لو عايز تتفوق اوروبيا ما بقاش ينفع. حتى جوارديولا اللي هو حد كان بالنسبة له دوري أبطال ده مصدر تعذيب وسخرية وسف وكذا 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 وكذا، الناس ما بتاخدش بالها منه، لأنه باستثناء ريال مدريد يعني، والعلاقة الاستثنائية اللي بينه وبين دوري الأبطال. فأنت محتاج تكون مدرب كبير، مدرب عندك معرفة ضخمة، عندك تجربة ضخمة، فاهم كويس أنت بتعمل إيه، زي جوارديولا أو كلوب، عشان يجي لك عدد المحاولات ده اللي واحدة منهم تلفق او تظبط معاك. البطولة فيها حظ وعشوائية صحيح، بس انا لو زودت عدد المرات اللي انا بوصل فيها النص النهائي، احتمالية ان واحدة منهم تظبط معايا واكسب هتبقى اعلى. انما لو انا بعتمد على حاجة اللي هو زي فالفيردي، اللي هو زي 19، اللي هو حوصل مرة نص النهائي اعتمادا على انه عندي لعيب عمال يشوط من بره المنطقة ويحط فاولات والهبالة اللي كان بيعملها ميسي دي، فده قد ايه شيء قابل للتكرر، وهيبقى عندك كام فرصة؟ طيب احنا اخر سؤال في اللي فات، يعني انا عايز اسال بعد كده يهمني المستقبل بتاع برشلونه الموسم اللي جاي هيبقى عامل ازاي. كان في نقطه تحول في موسم برشلونه هي كاس العالم. اداء برشلونه قبل كاس العالم كان عالي جدا، كنا واصلين للبيك. بعد كاس العالم حصل هبوط غريب في مستوى اغلب الفرقه خصوصا ليفاندوفسكي. فبتفسر بايه اللي حصل ده؟ بفسرها انه شيء طبيعي جدا. مين بطل في اي دوري اخذ تشامبيونز ليج، اخذ دوري، اخذ اي حاجه عليها القيمه في الموسم، ولم يمر بظرف استثنائي في نص الموسم، سواء كان توقف بس دولي في فرق حصلت معاها العكس. ريال ازاي؟ مدريد. ريال مدريد كان مبتدي موسم سيء. ماشي، اتحسن ريال تدريجيا مدريد بس ده الطبيعي بتاعه نادرا يعني. ما يبدا الموسم جيد يعني. ما هو ده الطبيعي ماشي، بتاعه، بيجي دايما على النص التاني من الموسم يبتدي. بس انا شايف احنا اكتر فرقة تأثرت بكأس العالم. تأثرت يعني بالمستوى بالنظر كده وانت شايف، ولا تأثرت انه لعيبة كتير؟ انا شايف من النظر كده زي ما انا شايف كان يعني السيتي اتحسن نوعا ما. السيتي برضو كان ارسنال راكن. ارسنال هو اللي ما عرفش يكمل، بس ملاش علاقه خالص بكاس العالم لان دي اسباب تانية. انا بدور على الدوريات الكوره. نابولي كان ماشي كونسيستنت طول الموسم تقريبا. احنا بس اللي في اسبانيا احنا حصل عندنا دروبس كتيره بعد كاس العالم. لا بس انا شايف ان هو لو انت هتاخد اي بطوله، لا كل الفرق اتاثرت بطرق مختلفه. اصل نفس الكلام اتسالته لما الناس اتكلمت على موسم ارسنال، وانه بعد كاس العالم ارسنال تراجع، وفضل السيتي يرجع افضل وكذا، وعمال وارسنال ايه بس اتعادل، تراجع ارسنال كانش بعد كاس العالم على طول. تراجع مش ارسنال بعديها على طول، يعني جه في شهر 3 بس مثلا. انه تاثروا ماشي. وبعديها جت اصابه، بعديها بشويه بشهر ولا اتنين جت اصابه صليبه، وبعدين كذا وكذا وكذا، فاهم قصدي؟ بس هو ده الشيء الطبيعي، ده معناه ان انت مازال لم تصل للحاله اللي تسمح لك ان انت تكمل. لكن في كل موسم انت بتلعب على الدوري، بتلعب على دوري ابطال، بتلعب على ثلاثيه، ما لازم هيجي لك في النص حاجه استثنائيه، لازم هيجي لك لعيب مهم هيتصاب فتره طويله. طب ليه انا قلت كاس العالم ما قلتش مثلا اصابه بدري؟ انا في رايي اهم انه بدري فعلا ما بيبقاش موجود، برشلونه تقريبا ما بيعرفش يلعب كوره.
فهي الفكره ان انت ما عندكش ما وصلتش لسه للمرحله دي، انما ما فيش حاجه اسمها ان انا هاخد بطوله دوري ولا دوري ابطال ولا بتاع من غير ماتش هيكون عندي فيه ايقافات كتير اساسيين او اصابات كتير او لعيب مهم جدا هيتصاب او انه هيتاجل لي حاجه او هيجي توقف دولي في النص يكسر لي الريتم ويخليني ارجع تاني ابدا من اول وجديد. وهذه الاشياء انت بتقابلها طول الموسم. انا ممكن من غير كاس عالم من غير اي حاجه اكون ماشي مثلا برسم معين بفكره معينه ناجحه وشغاله معايا، يجي واحد زي ديزيربي، يجي واحد زي امري، يجي واحد زي جون دويتش، يقوم عامل حل قدامي في الماتش يوقفها لي. وحصل كتير مع ارتيتا، مع كلوب، مع جوارديولا. بس انا كلامي في برشلونه مش على مستوى الفرقه ككل، في مستوى بعض الافراد حصل فيه هبوط بشكل رهيب زي ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي تقريبا انا لحد دلوقتي بعد كاس العالم ما جاش. ماشي، بس انا قصدي انه ده هيحصل كتير للفرقه على مدار الموسم. ماشي، ليه الناس مركزه مع كاس العالم؟ لانه التفسير السهل الواضح، واخد بالك، اللي هو ما فيهوش جدال كتير. لما هتقوله في ناس كتير هتتكلم، انا ممكن اقول لك مثلا من قبل كاس العالم انت عندك مشكله واضحه قدام التكتلات، عندك مشكله واضحه ان انت بتودي ديمبلي في مواقف لوحده على اثنين ولوحده على ثلاثه وتستناه يعمل معجزه، اللي هو ال 180 دقيقه بتوع انتر. وبرضه احنا نسينا اصابه ديمبلي كانت بعد كاس، قصرت، خد بالك، يعني في مواقف كتير انت مريت بيها في الموسم انت كنت سيء. الفتره اللي في الاول لما انت كنت ديمبلي ورافينيا كل شويه تقلبهم، وكل ده كان عجز، كل ده كانت افكار لم تكن ناجحه واثرت عليك. ماشي، بس امتى انت ابتديت تاخد بالك؟ لما ابتدت النتائج وابتدى ليفاندوفسكي وابتدى كذا وكذا وكذا، فربطتها باقرب حاجه اللي هي كاس عام. لكن بشكل عام السكواد بيلدينج بتاع تشافي انه يبني قائمه مش فريق 11 هيلعبه، مازال في مرحله مبكره جدا، مازال هو في حاجات بيعملها انا شخصيا مش فاهمها وده طبيعي جدا. المشكله ان الناس مازال الافكار التكتيكيه نفسها قدرته على التعديل، يعني برشلونه قاعد قد ايه فتره عطلان في فكره ديمبلي ورافينيا وفي الشوط الثاني اقلب دوت دي. شايف ان هو بيتعلم في برشلونه؟ طبعا انا حاسس ان هو طبعا قاعد يجرب كتير. طبعا مين مجنون يقول ان واحد يطلع يدرب السد سنتين كامل الاحترام يعني الدوري القطري واي دوري عربي، بس مين مجنون يطلع يقول لي زي كده وهيبقى خلاص اتعلم؟ بس السؤال الاهم، هل بيستفيد من التعلم ده؟ انا شايف انه بيستفيد لسه. الله اعلم، هيبان. ما ده اللي جاي بقى. انا مشكلتي مع تشافي من زمان، من ساعه ما كان لعيب، ان هو شخص دوجمائي جدا، شخص عنيد جدا، شخص شايف الامور، بس انا مش شايفه في تكتيكان عنيد، لان هو تشافي جرب حاجات كتير قوي. العند مش معناه ان انا اجرب حاجات كتير او اجرب حاجات قليله. جوارديولا عنيد وكل ماتش بتشكيل. العند مش شرط يكون في التشكيل ان انا اثبت ال 11 وافضل العب بالله. العند ممكن يكون في المبادئ اللي انا بلعب عليها. يعني مثلا انه انا مثلا مش عايز اقدم الكوره كتير، مش عايز العب تمريرات عموديه، ممكن يبقى ده المبدا اللي بيسبب لي مشاكل حتى لو غيرت 11 كلهم واشتريت 11 تانيين. فاهم قصدي؟ العنيد مش عنيد في كل حاجه، والمرن مش مرن في كل حاجه، مفيش حد يقدر يبقى كده. بس انا بحسه شخص دوجمائي من حته ان هو ايه، انه لا، في تمسك شديد، في احساس شديد بالذات في المساحات دي. كنت متوقع ان هو هيقع في الغلطه دي، ان هو هيمسك حاجه كبيره بدري. هيمسك حاجه كبيره بمعنى ايه؟ يعني زي ما مسك برشلونه. انا لو مكانه كنت صبرت كتير جدا، يعني بعد السد ده بس كان هو على عندي، فكره كرافت لو تفتكر يعني كرافت ده وكان عنده حق في الاول، وبعد كده هو ساعه الرفض ده كانش لسه كان بارتوميو موجود، ما كانش لسه كان اسمه ايه؟ هانس فونت. فونت هو اللي كان عايز يجيب. هو كان مع فونت اصلا، ما كانش مع لابورت. وبعدين رفضوا وبتاع، وبعدين فونت ابتدى يهبل وقال لك كومان حتى لو جاب سداسية همشيه وبتاع وحاجات زي كده. ف انا حسيت انه لا، يعني منطقيا لا يا معلم، سد انت قدامك ثلاث اربع تجارب في اوروبا مثلا. بس حاليا خلاص هو اتحط بقى. ما هي دي المشكلة، انه ده بيضره، الناس ما بتدركش ده. ده بيضره هو اول واحد. لو انا دلوقتي دخلت برشلونة وما جبتش ثلاثية ولا حتى جبت ثلاثية، ماشي، انا حرقت نفسي. لو انا دخلت برشلونة وفشلت، اي حد دلوقتي هيقول ايه؟ انا مدرب فاشل وانسى معلم. خلاص اذا كنت انت فشلت في النادي بتاعك هتنجح عندي؟ طب دخلت برشلونة ونجحت، هيبقى لسه في شكوك ان انت نجحت عشان ده النادي بتاعك. ما هو انت بتشتغل في بيئة آمنة، ما اتحطتش تحت ضغوط. هي ايه فكره الخبرات؟ ان انا بتحط بشتغل مع مدير رياضي بيحاربني، بشتغل مع ناس مش متعاونه، مع امكانيات اقل من اللي انا عايزها، مع كذا مع كذا مع كذا.
هو ده اللي بيخليني افكر بطريقه ابداعيه، افكر بره الصندوق، اشوف ايه الحلول اللي انا ممكن اعملها، بالتالي اتعلم حاجات ما كنتش اتعلمها في حته تانية. لما انا اعمل سكيب بقى لكل ده، ما خلاص، ما هو ده اللي انا هوصل له في الاخر. هو كان ريسك كبير ونجح فيه، انا شايف الصراحه لحد اتمنى انه دلوقتي. ما يبوظش مسيرته يعني. كده احنا خلصنا موسم تشافي اللي فات، عايزين بقى نشوف اللي جاي. خلاص اللي فات مات على السريع كده، طالب من تشافي ايه الموسم اللي جاي؟ انا بس طالب من تشافي ان هو يستمر في المنافسه المحليه، ده اللي انا اتوقعه يعني، وانه يبتدي يدرك انه العقده بتاعت اوروبا دي هتتحل على مراحل، يعني انه برشلونه ما يدورش على لحظه واحده ملحميه، لانه في بعض الاحيان لما بيبقى انت خسرت بلحظه استثنائيه زي الريمونتادا بتاعت انفيلد، بتدور بقى على حل سحري اللي هو لحظه زي دي ترجعني تاني، أو لحظة باريس. او لحظه باريس، او بالظبط بتدور على حاجه زي كده. فانه تدرك انه لو ده حصل اوكي، بس انا ما ينفعش ابني كل خطتي على هذا الاساس، وان العمليه دي لازم تتفكك على مراحل، وان انا يبقى عندي اهداف مرحليه، ان انا اكسر العقده دي الاول وبعدين امشي، انه ما يمشيش ورا الكلام بتاع لابورتا بتاع المشجعين انه عايزين نرجع عايزين نفوز، والتصريح اللي هو لسه قايله من شويه ان انا اتفقت ان احنا السنه الجايه نفوز بدوري ابطال اوروبا، العناوين الحراقه ده والكلام لابورتا يعني، صباح الفل. اه بالظبط، ما بتعملش حاجه، واخد بالك، ما بتعملش اي حاجه غير انها تحط ضغط على لعيبه على مستوى الخبره على مستوى الكواليتي في بعض المراكز اقل من اللعيبه اللي حصل فيها المواقف دي، اللي خرجت قدام روما واللي خرجت قدام باريس واللي خرجت قدام ليفربول. فانه اشوف تقدم، بس انه التقدم يستمر. انا بالنسبه لي زي ما انت قلت، هو كفايه ان هو مشى الناس اللي هي شبعت رومونتادا، الناس اللي شبعت صدمات، الناس دي غصب عنها كل مره هيحصل لها زي ديجافو كده، وهم في الشامبيونز ليج انا اتصدمت قبل كده. ف يعني في ماتش ليفربول احنا وقعنا وقعه انا ما شفتهاش في حياتي، متهيألي اكتر من روما واكتر من اي ماتش تاني. هي المشكلة في قصة تشافي دي ان انت معاك المدرب اللي هو يقدر يعمل لك الموضوع ده في اوضة اللبس، بس في وجهة نظري انا ما عندوش المعرفة والخبرة التكتيكية الكفاية اللي تزود حظوظك في ان انت يبقى ادائك افضل في دوري الابطال. طب انت شايف الخروج من الشامبيونز السنه دي من المجموعات مقبول؟ كنتيجة السنه بالنسبة دي لي اللي هي السنه اللي جايه الموسم اللي جاي لا، غير مقبول؟ بس برضو احنا برضو بنتكلم في الغيب، ما هو الخروج من المجموعات السنة اللي فاتت ما كانش لا انا مقبول. بكلمك دلوقتي، يعني احنا ان شاء الله نفترض كده ان انت جبت لؤي فوزي في صيف 2024 وجيت قلت له تشافي خرج من الشامبيونز ليج السنه دي في دور المجموعات زي الموسم ما الاول. فيش إجابات مطلقة، خرج في أي ظروف، كان عنده إيه إصابات، التحكيم كان عامل إزاي، مين اللي كان معاه في المجموعة؟ ما هو ده السؤال اللي جاي، يعني هل موسم تشافي لو هو اتكرر كوبي بيست عن الموسم اللي احنا فيه ده تشافي ما يكملش؟ أه طبعًا، وجهة نظري أه. طيب لو اتكرر زي ما هو يبقى ده معناه ان انت واقف مكانك، بس برضه ده متوقف على اسئله تانية، يعني جزء مثلا من تفوق برشلونه السنه اللي فاتت انه ريال مدريد كان سيء جدا الدوري، ما احنا ساعتها بقى يقول لك انت بتدي الحجج مرتين ورا بعض او موسمين ورا بعض، ساعتها مش مش اديها 10 مرات ورا بعض قدام حقيقيه. يعني هو الفيصل هنا، هل ريال مدريد سيء ولا جيد؟ المنافسين بتوعك سيئين ولا جيدين؟ سيئين ما ممكن يقعد سيء 5 سنين ورا بعض، ايه المشكله؟ ما انت نفسك قعدت سيء في دوري ابطال 3 و4 و5 سنين ورا بعض، ايه ما كررت الحجه عادي. طيب برشلونة محتاج مراكز ايه في الميركاتو؟ انا شايف يعني اكتر مركز محتاجينه طبعا 9، انا شايف ليفاندوفسكي صعب قوي ان هو يكمل طول الموسم ما فيش غيره، ومحتاجين كمان اكيد ما حد مكان بوسكيتس، ومحتاج وينج، مكان رافينيا يعني ولا وينج؟ لا يعني محتاج وينج اضافي، ما ينفعش يبقى رافينيا وديمبلي بس، في كلام على نيمار. بالتوفيق بقى يعني، ربنا يولي من يصلح ان شاء الله. بس هي جزء كبير من السكواد بيلدينج ده معتمد على المساحه التكتيكيه اللي انت عايز تتحرك فيها، هل انت عجبتك فكره البوكس وهتلعب بجافي وبيدري وديونج وبوسكيتس وهتبدل، يعني هتستمر بنفس السيستم في الحيازه مثلا، هيبقى بس مشكلتك ان انت تعوض الناس اللي مشيت اللي هي بوسكيتس مثلا، ولا انت لا انت عايز حاجه مرنه اكتر، واخد بالك؟ يعني انا مثلا شايف انه مانشستر سيتي ابتدوا يتحركوا ناحيه انه مش عايزين اظهره، خلاص ما عندناش اصلا اظهره بالمعنى المفهوم زي مثلا ليفربول، لا تعاقداتنا كلها ماشيه في سكه معينه. عارف المشكلة كلها ان احنا كنا بانيين على حاجة ما حصلتش،
فانت تفكيرك دلوقتي بيتغير خالص، اللي هو ميسي كنت بتبني السكواد او بتبني الطلبات اللي انت طالبها في الميركاتو بناء ان ميسي جاي. لا ما اعتقدش انه كان بيعمل كده، انا اعتقد انه كان شايف ميسي اضافه. طب انا سؤال، اللي شايف ان الغلطه اللي هو عملها من ساعه ما راح، او مش قادر اسميها غلطه، ان هو بنى كل حاجه على انه ليفاندوفسكي، ان الفريق كان في فترات كتير كان عنده بعد واحد بس، انه الاجنحه هدفها انها تخدم على ليفاندوفسكي. ابتدى الموضوع يتغير شويه لما ابتدى جافي يخش كمهاجم تاني، ابتدى يلعب بوينج واحد بس. كتير من الخيارات ان في مساحات انت محتاج فيها، يعني انت خلاص عندك الباك الشمال تمام، انت محتاج تقرر بقى هل الباك اليمين انت هتكمل باروخو ولا لا، بس في مناطق، في مناطق مطلقه يعني ما ينفعش ايا كان اللي هتلعبه انت محتاج فيها ناس زي الاجنحه، واخد بالك؟ انت محتاج تقرر بقى فاتي قاعد ولا ماشي، ولو فاتي قاعد هو في الأغلب هيمشي. هيلعب جناح ولا هيبقى بديل لليفاندوفسكي، فران توريس انظامه. انما في المساحه دي في حاجه لازم تحصل، المساحه اللي المشكلة قدام إن دي. مفيش افيلابيليتي في السوق، يعني أنا شايف إن على الفلوس اللي معانا الموضوع صعب. فالاولويه منطقي ان الاولويه يبقى بالنسبه لك انه حد مكان بوسكيتس، نعم، ما ده طبعا. بس الفكره ان انت عايز تقدم، انه حتى لو انا دخلت بنفس السكواد بس عوضت الناس اللي ماشيه بس، فانا عايز تقدم تكتيكي اشوفه، مش عايز انه بس يبقى في يعني فترات كامله شهر مثلا بنقعد عطلانين في حاجه واحده، خلاص الناس عرفت ازاي تواجهها زي ما انتر عمل مثلا في 180 دقيقه، واحنا قاعدين بقى عمالين نكرر نفس الشيء، عمالين نلف الكوره من الشمال لليمين، نديها لديمبلي، روح ديمبلي تتخطف منه وبتاع وحاجات زي كده. الحاجات دي هي دي الحاجات اللي انا مش عايز اشوفها الموسم الجاي. عايز اشوف تطور اكتر في الجهاز المساعد بتاعه، انه بيضاف له ناس جديده، عايز اشوفه هو نفسه بيفكر في حاجات مختلفه، استخدامات مختلفه، بيستكشف. هي دي الفكره، انه في النهايه تفضل ماشي لقدام كنادي بس. سؤال بإجابته آه ولا لأ، كنت عايز ميسي يرجع؟ كنت عايزه يرجع طب ده عاطفيا بس ولا كرويا؟ كنت عايزه يحزق مرة واحدة لاس دانس، يعني كنت عايز اشوف ميسي مع برشلونة حاجة مهمة وهو بينزل يعمل حاجة. طب برضه إجابته آه ولا لأ، شايف إن كان رجوعه كان ممكن يسبب ضرر لبرشلونة مستقبلا؟ ضرر هنا مقصود بيها ايه، فنيا وتكتيكيا ولا؟ فنيا وتكتيكيا واقتصاديا، طبيعي ان لما انت بيكون عندك لعيب زي كنت ميسي، هتغير استراكشر في حاجات كتير قوي. طبعا، ولما بيكون عندك لعيب زي ميسي بيمسك الكرة زيه، طبيعي بقية اللعيبة بتاخد وقت أقل على الكرة. واقتصاديا كنت هتتنازل عن حاجات كتير. دي بقى اقتصاديا دي بصراحة في برشلونة مش واضح، مفيش شفافية في الموضوع. لا، لابورتا لأنه في القصص دي يعني كنا في روم على كنا في سبيس على تويتر من فترة، أهم حاجة فيها الأوبتكس، إيه اللي باين من بره؟ إنه يبان إن أنا عملت اللي عليا، سواء بالنسبه لميسي او بالنسبه لبرشلونه. انا كنت عايز ارجع بس الظروف ما نفعتش، واحنا كنا عايزين نرجعه بس هو اللي ما قبلش. المهم ما حدش يطلع ايه كبشه فداء يعني. لو انت مكان ميسي كنت تاخد قرار اروح السعودية ولا ارجع برشلونة، ولا زي ما انا عملت ورحت انتر ميامي؟ لو انا كنت مكان ميسي لا كنت اروح انتر ميامي، انت شايف ان ده قرار كنت مش انتر ميامي تحديدا يعني، بس كنت هاخد القرار اللي اريح لي. يعني انا تفهمت قوي فكره انه انا تعبان وخلاص ما فيش حاجة تانية أعملها، وعايز عيلتي وكذا 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 وكذا، ده شيء أنا بالنسبة لي مفهوم. يعني أنا لا أفهم الشخصيات اللي هي الميكانيكية الآلات دي، اللي هو هنفضل نلعب كورة ونجيب جوال ونلم فلوس عشان بس نعمل كده. لا، ما أنا هاجي عند فترة وخلاص انت عملت كل حاجة يعني. خلاص، ما أنا بنجز ليه؟ ليه أنا بنجز في حياتي أنا أو أنت أو ميسي أو أي عشان حد؟ اوصل للمرحلة دي عشان أوصل لمرحلة اللي أنا مش محتاج فيها أشتغل بنفس المعدل، أنا مش هفضل أشتغل لغاية ما أموت. وخلاص، احنا كده تقريبا عرفنا ميسي فين بعد 10 سنين، يعني هيفضل موجود في امريكا اكيد زي بيكهام، يبقى زيه او ما يبقاش زيه، بس هو بالنسبه بس له واضح ان هو ده قرار عشان يستقر في حياته في امريكا، او عشان الفلوس يعني، ممكن يكون اي حاجه، ما حدش فيه. بس احنا لو احنا عندنا لو بصينا على الفلوس، هو في بنفيتس كتير جايه من قعده امريكا، بس لو بصينا على الفلوس كان في قرارات تانية يعني. كان في طبعا، وانا في رايي ان هو يقعد في برشلونه ده كان حاجه صادقه يعني، ما كانش حاجه هو بيقولها ما ان ده هو السؤال اللي كنت هسأله لك، انت شايف ان هو كان قريب فعلا من برشلونة ولا كان هاري من لابورتا؟ انا شايف ان هو كان عنده استعداد، بس شايف ان برشلونه ما كانش مستعد. يعني لابورتا كان مفخمة زيادة والصحافة عندنا ما شاء الله يعني. لا، وبستغرب قوي يعني الناس اللي هي دلوقتي بتقول طب يا جماعه ما انتوا قدمتوا للكوندوجان ضمانات،
طب كان فين الكلام ده؟ يقول لك لا ما هو لازم يستنى. المشكلة ان هو في خبرة سابقة سيئة، اللي هو نفس اللي حصل انا استنيتك واثبتت بالفعل ان انا هقعد واخد ال 12 ونص مليون، في حين ان باريس كان عرض عليا 30 باين ولا 35. نسيبنا من برشلونة بقى، شايف صلاح يقعد ولا يكمل في ليفربول؟ سؤال صعب، بس انا لو مكانه يعني متهيألي ما متهيألي كمل حد آخر يوم. طب طبيعي، هيجي فترة لو لحد ما انا ابقى خلاص يعني ما عنديش حاجة تانية اضيف، انما هو لسه شايف ان ممكن موسم ليفربول يتحسن الموسم اللي جاي؟ ده 50-50. مش عارف، انا حاسس ان كلوب جاب اخره يعني، انا ده وجهة نظري. في افكار كتير عطلت السنه اللي فاتت، بس البوكس ميدفيلد اللي هم ممكن بس جابوه، تقرب المايك عشان انت لا ما تتحركش انت يعني، قرب عادي بس اتحرك يعني. البوكس ميدفيلد اللي هم جربوه السنه اللي فاتت يعني جاب شويه نتائج، بس انا مستني اشوف بقى المدير الرياضي اللي هو شماتكا الجديد ده، مستني اشوف ايه اللي هيحصل، وده اللي هيبان السنه الجايه. بس الفكره ان انت في الحالات دي ليفربول او ارسنال انت بتقيس التحسن ازاي في وجود السيتي بتاع جوارديولا ده. كان ليك تجربة مع الدحيح، انت كتبت برنامج كامل صح كده بتاع كأس العالم؟ لا لا، كنتش انت برنامج المشارك كاس فيه؟ العالم مش انا، لا بس كنت بتكتب حلقات في البرنامج الأساسي اللي هو بتاع الدحيح. كتبت كام حلقة تقريبا؟ 3 أو 4. الموضوع ابتدى ازاي بقى؟ هو برضو انه لما رحت بعد التجربة مع الصحيفة المصرية، ما رحت إضاءات، كان مدير القسم الرياضي هناك كان أحمد مجدي رجب، وكان حد أنا ما كنتش لسه أعرفه، بس تعرفنا يعني وبقينا أصحاب. وبعدين لما رحت ميدان هو راح معايا، وبعدين هو بقى رئيس تحرير الدحيح. فلما بيبقى فيه حلقات رياضة أو كذا، كان في الأول بنتكلم فيها يعني، بنعمل عصف ذهني كده مع بعض، وبعدين قال لي طب ما تكتب. متهيألي أول واحدة كتبناها كانت ميسي، وبعدين ميسي وبرشلونة، اللي هي ساعة لما ميسي ساب برشلونة كانت دي أول حلقة. تقريبا والكرة العنصرية واللي هي بتاعة بنزيما أخرانية، متهيألي يعني هما دول الثلاث بتاعت بلاد. البالون دور اللي كانت آخر وقت، البالون دور، هي كانت ميسي، كانت بنزيما بتاعت البالون دور، كانت لما خد نزلت. البالون دور. هي يعني. طيب شايف ايه طموح لؤي فوزي في على اليوتيوب بعد كده؟ يعني انت ناوي تفضل زي ما انت في الكرة التانية وده نفس الكونتنت اللي انت بتقدمه، ولا عندك احلام او عندك افكار مختلفة عايز تقدمها؟ عند فترة معينة أنت بتبقى عايز تتخلص شوية من الضغط اللي هو بتاع كل أسبوع ده، أن كل أسبوع عندي حلقة، وكل أسبوع لازم أدور على فكرة جديدة، ولازم أكتب، وتفضل تهري وتنكت في نفسك طول الأسبوع وعمال تفرك وبتاع. بتبقى عايز تعمل دور، مش عايز أقول أكبر أو أصغر، بس دور إنه يلا نوسع الموضوع ده. يعني ده مثلا اللي حصل في ميدان، إن أنت بتكتب الأول وبس، بتهتم باللي انت بتكتبه، المنتج بتاعك، ثم تبقى رئيس القسم مثلا، فبيبقى معاك مجموعه من الشباب، فهؤلاء الشباب دول انت بتحاول تتكلم معاهم، هما بيعلموك حاجات وانت بتعلمهم حاجات، هما بيعلموك حاجات بحكم ان هما اكتر اطلاعا، وقتهم اطول، عندهم وقت فراغ اطول بيتابعوا فيه، وانت بتعلمهم حاجات باعتبار ان انت عندك خبرات وعديت على حاجات تحاول تختصر عليهم الوقت فيه. فنفسي انه ده شيء يحصل زي ده، او لو انا هكمل في الشكل اللي انا فيه ده، يبقى حاجة واحدة مركزة. النصيحة اللي انت بتديها لو حد حابب يبتدي محتوى كروي، نصيحة واحدة اللي هي اهم نصيحة. يبتدي. لو كل الاسئلة، هو بيبقى بره كل الاسئلة اللي عنده هتجاب بمجرد ما يبتدي، من غير ما يفكر في كواليتي كاميرا، كواليتي صوت، عشان دي حاجة بتعطل. يعني في حاجات مينيمم، بس انا ابتديت كده، الكواليتي زي الزفت في التصوير، كواليتي زي الزفت في الصوت، الاداء بتاعي نفسه حتى لو كاميرا او صوت حلوين، ادائي زي الزفت. فرياليتي تشيك، لازم تعدي الاختبار اللي في ممكن الاول ازود ده. كلمه زي جنب يبتدي يستمر، عشان في ناس كتير بتبتدي وبتقف. الشرط في وجهة نظري، لان انت ممكن تبتدي تستمر فتره، اصل في ناس بتبقى مستنيه الايرننج يجي في ساعتها. لا لا، هو كده كده حسب قواعد اليوتيوب، انت مش عارف لازم تعمل كام ساعة وكام سبسكرايبر وكده،
بس البداية هتعرفك انت فين ايوه ومحتاج تعمل ايه. ممكن تبتدي وبعدين تقول لا ده الموضوع كبير قوي انا محتاج اكون اجهز فيوقف لحظة ومش عيب. وممكن تبتدي وتقول لا طب انا هكمل بأي حاجة ونشوف ايه اللي هيحصل. بس مش هتعرف اي حاجة طول ما انت واقف بره وعمال تقول لا كذا لا كذا لا ما هو ممكن يحصل كذا. جرب عشان تعرف ايه اللي ممكن يحصل. هاخد بقى لو ايه فوزي كده بعيد شويه عن الكوره، نفصل. انت قلت لي انت ميزان، ف ولا اؤمن بالابراج. كنت لسه اسالك لا تؤمن بالابراج. لا بس طب لا تعالى نشوف كده، ماشي ندور كده على كارت الميزان. ماشي. محمد اسد كوزات تلو ايوه سرطان قوس ميزان اقرا بقى كده بصوت وقول لي بعد كل كلمه ده صح ولا غلط. متردد وانيق في تعامله مع الاخرين فهو لا يحب ان يجرح احد او يتعرض لمشاعر احد. ده كفايه كريستيانو يعني. متردد بحاجات حاجات ما بحبش اجرح حد ولو ان ده ما فيش مفر منه يعني. يهوى لعب دور الوسيط بين المتخاصمين لان عنده متعة الظهور بمظهر القادر على حل المشكلات والمعضلات. يعني ممكن تقول قبل الكلام ده قبل ال30 انه تحس ان انت بتخش في حاجة وتحلها. كمان انت لما بتبقى بره المشكلة بتبقى حكيم قوي بس طبعا لما بتبقى واقع فيها بتبقى احمر واحد في التاريخ. بس بعد كده خلاص بقى بتنصح النفس، بتنصح الناس، ولما بتيجي لنفسك ما بتنصحش نفسك. باب المتجر مخلى. اه رجل الحب وعنده من الاساليب ما يساعده على اجتذاب اي اجتذاب اي فتاة. بارع حدق محدث لبق صعب اصطياده. ده حقيقة. صعب اصطياده؟ لا سهل جدا. يا راجل ما عنده من الاساليب ما يساعده على اجتذاب اي فتاة؟ لا طبعا. خالص. بارع معرفش بارع ايه يعني بارع في المطلق ولا في كريتيف يعني. ولا في الحوارات دي يعني. لا محدث لبق ممكن بس الزودياك سوبر هيرو وولفرين. تحب البرين؟ هيو جاكمان. ممكن بيرسونال قوي يعني. وولفرين طراز مختلف برضه بايديه وبدراعه وكده يعني. ممكن ماشي. فكرتش فيها اصلا. في كلمة واحدة، أهلك والأسرة بالنسبة لك إيه؟ في كلمة واحدة زي ما كل الناس بيقولوا كل حاجة من غيرهم يعني هتبقى فين وهتعيش لمين لو ما عندكش حد بتحبه يعني ربنا يخليهم لك. ويخليك. مدرستك والكلية؟ أنا كنت في سان مارك من الحضانة لغاية ثانوي فقصة قصيرة. قبلها كنت عايش في موريتانيا لغاية ما كان عندي 5 سنين عشان أهلي كانوا بيشتغلوا هناك في نواكشوط يعني. ودخلت حضانة هناك سنة. كان في سان مارك التعليم كله فرنساوي مفيش غير العربي والدراسات والدين بس اللي بناخدهم بالعربي. وكلية هندسة اسكندرية توصفهم بإيه في كلمة؟ سان مارك. على قد ما قضيت في أماكن كتير يعني في أوقات كتير حلوة بحكم العادة بس وتعلمت منها حاجات فادتني في حياتي زي النظام والالتزام ترتيب الكلام ده كله. بس تربويا لا كان مكان فيه مشاكل كتير وبرضه سبب لي مشاكل كتير لانه برضه انت بتتكلم قبل عصر السوشيال ميديا وكانت الناس برضه بتعتمد على الخبرات السابقه وبتاع. مكان مخيف جدا يعني جدا. كلية لا عمري ما حبيتها. حلوة دي. طيب سهلة الكلية في كلمة واحدة عمري ما حبيتها. بما ان انا في السيزون الاولاني ده بهتم باسكندرية وبستضيف ناس من اسكندرية، اسكندرية برضو بالنسبة لك ايه في كلمة؟ اسكندرية زمان كانت حاجة مميزة جدا وأنا كنت متعصب اسكندراني متعصب جدا بس دلوقتي بقت زي أي حاجة يعني. أنت عارف مصر كلها شوية بقت شبه بعض. الزحمة أخلاق بقت الناس زحمة. أخلاق الناس كده الناس بقت عدوانية أوي وأنا كمان بقيت عدواني كرد فعل في تعاملاتي في الشارع. بتخانق وأنا سايق بتخانق وأنا كذا. فلا اسكندرية بقت بالنسبة لي البيت. طب ايه اكتر مكان بتحبه في اسكندرية؟ بيتي. شخص بيتودي؟ اوضتي كمان مش بيتي كله كده. طب ايه اكتر مطعم بتحبه في اسكندرية؟ اجابة كليشيه جدا الفلاح. كبدة. تحب الكبدة دي. جدا دي اكتر اكلة انت بتحبها؟
يعني كده، اللي هو بس ده قبل بقى الواحد يبتدي يظبط اللي هو تروح تضرب 10 تنساس كده طب وبعدين رز بلبن انت مثلا. ليك عندي عزومه بقى، بس مش النهارده عشان انت عندك تصوير. الراجل برضه يا جماعه كتر خيره والله جاي قبل التصوير بتاعه، فليك عندي عزومه إن نروح شاء ناكل الله. ان شاء الله، نجيب عبد الناصر معانا. ماشي. في حاجه اعملها كده على السريع عشانك انت والله، هلعب معاك لعبه كده مع نوشات معلومات، اختار اي رقم من 1 ل 100. ماشي. 99. 99. هسألك 5 أسئلة نشوفه بقى، لو أي فوزي معلومات لو أي فوزي. ماشي. لا سؤال سهل، ما هو العلم الذي يعني بعلم طبقات الأرض؟ جيولوجي. ماشي، أدي ده كده أول سؤال. ما هو 99 ده على فكرة أنا قاصد يعني، ده عشان الراجل رقم اللي بيكتب رونالدو في الميلان، لا والراجل اللي بيكتب الأسئلة هيكون زهق يعني، ده أنا يكون اللي حرق كتبته. كل الأسئلة الصعبة في الأول. سياسة الطلبة وهي بتذاكر، ها؟ وهي بتحل في الامتحانات. مين الممثل اللي مثل افلام جون ويك؟ كيانو ريفز. بس برضو دي برضو من التشيك بقى بيها، هل انت عندك معلومات في الكوره بس ولا في حاجات تانية؟ بس مين ما يعرفش كيانو ريفز يعني، أسوأ ممثل في آخر عقدين. ليه بتحبش جون ويك؟ لا أنا بتفرج على جون ويك كإنترتينمنت، إنما هو كممثل كأداء هو سيء شديد السوء يعني. ما انا بحب جون ويك، استثناء اللي هو ما بحب جون ويك بس بحب كيانو ريفز. الفيلم اللي هو كان عمله مع اسمه إيه؟ بتاع البيت ده. مش فاكر. لا مش فاكر. عاصمة ليبيا. لا أسئلة سهلة، ده أنت اخترت رقم، طرابلس. اخترت رقم بص. طب في التاريخ بقى تعالى نسأل، ده صعب ده، بس هتقول لي رينج، في أي عام استقلت المغرب من الاحتلال الفرنسي؟ والله الرينج بتاع سهل تجيبه برضه. ستينات سبعينات. لا هو الخمسينات، عشان لو تفتكر ايوه صح. الفترة دي كلنا استقلنا فيها، ايوه الدول صح العربية كلها. صح حل وطني حبيبي ايوه الوطن. ايوه سؤال بقى الرياضة دي لعبتك، وسؤال سهل هتجيبه. مين اللعيب الوحيد اللي فاز بالتشامبيونز ليج مع 3 فرق مختلفين؟ سيدور. يس، اياكس اكس وميلان واياكس والريال. وميلان والريال مدريد. طيب ايه احسن لحظة في حياة لؤي فوزي؟ مومنت يعني. يعني مش لحظة بس، هما الأربع سنين اللي هما عمر الياس، 4 سنين ونص ربنا يخليه لك. وأسوأ لحظة. برضو الياس مرة أغمى عليه وكنت فاكره يعني، يعني كان صغير واتعور، فكان أول مرة يشوف دم بيخرج من جسمه، كانت نقطة يعني، فأغمى عليه وقع كأنه توفى يعني، فدي بقى ما بين هنا لغاية ما رحنا المستشفى. ايه اللحظة اللي انت عايز ترجع ليها وتغيرها عشان الباتر فلاي افكت؟ لا انا لا اؤمن بالندم يعني، مفيش لحظة معينة عايز تجي؟ يعني بندم طبعا بس بكمل على طول يعني، مش ما 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 ارجعش اغير حياتي حتى اللحظات السيئة يعني، ده انا بشوف انه بتتعلم منها، ومن غيرها الحياة تبقى مملة قوي. طب مين اكتر شخص لما بيحصل لك مشكلة او حابب تفضفض بتروح تتكلم معاه؟ فاطمة، خطيبتي، وأمي. طيب هل شايف نفسك صديق مثالي؟ يعني لو لؤي فوزي عايز يصاحب لؤي فوزي لا تنصحه؟ لؤي فوزي، لؤي فوزي هيقطعوا بعض طبعا، صعب. عارفني تحت الباب. يعني أسوأ وحش قابله الإنسان هو نفسه، أنت مش هتطيق نفسك. بس صديق مثالي لا طبعا، دي حاجة كليم صعب قوي إن أي حد يقوله على نفسه أنا صديق مثالي يعني. أعتقد إن الصديق جيد يعني. ماشي، جاهز للرخامة؟ ده جواب. في سؤال هتعرف سرك، ماشي. حبيت تجاوبه ماشي، ما حبيتش تجاوبه هيتحكم عليك. انت ما قلتليش اصلا. انا لازم اعمل لك مفاجأة عشان الشفافية. اجاوب جاوب. طب اقراها. كره.
كرهي لرونالدو هو سبب اني دايما بدور له على فرص اهاجمه فيها او اطلع اقلل منه، وبحاول على قد ما اقدر اخلي شكلي وحش حتى لو بحقائق، ولا حتى لو مش بحقائق، حتى لو لا يعني حتى حتى لو لو في بحقائق. حقيقة يعني حتى لو في حقيقة ده صح ولا غلط؟ لا غلط، مش صح كليا، مش غلط كليا. معاك ساعة اقول لك ليه؟ لا حاول نختصر عشانك انت اللي عندك تصوير، انا ما عنديش طيب، مشكلة. هل انا بكره رونالدو؟ اه بكره رونالدو، بكره النموذج ده، البيرسونا دي، التصرفات دي. وبكرهها عشان هي كريهة، مش بكرهها عشان هو نجم ريال مدريد او عشان كذا او عشان كذا او عشان كذا. تتصيد له الأخطاء بمعنى هو صح. هل هو ده السبب في اني دايما بدور له على فرص اهاجمه فيها واطلع اقلل منه؟ بالعكس، انا اغلب الوقت بتجنب ان انا اتكلم عنه. بس انت لو اتكلمت عن رونالدو 3 مرات في حياتك، نتيجة لان جمهور رونالدو كبير هيفتكره، وهو ده شيء بيحصل لي دايما. كل ما يعني في ال2 3 اللي انا اتكلمت عنه فيهم انتشروا جدا، لدرجة ان الناس ما تعرفش اصلا مين ده. هي متخيلة انه الشخص ده بيطلع يتكلم على رونالدو بس، ايوه ويطلع يتكلم على رونالدو وبعدين يغيب 3 شهور وبعدين يطلع يتكلم على رونالدو تاني. فهي دي مشكلة، ان هو شايف ايه؟ هو مش ما يعرفش ان انت مثلا بتشتغل كذا وكذا 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 وكذا. هو ده اللي بيجو فايرال في الموضوع. بالظبط، فهو بيحكم من اللي وصل له، هو وصل له ده. فهو مثلا بعديها ب3 شهور الراجل ده مات، وبعدين طلع تاني ما اعرفش ايه اللي حصل، راح السعودية ولا عمل انترفيو بتاع، فعلقت على الموضوع، فيقول لك والراجل ده ما غير رونالدو ولا ايه كده. بس ده مش حقيقي. كان نفسي احكم عليك، خسارة بقى، مش مشكلة. ومن مكاني هذا يا جماعة بحب اشكر ملوخية اللي ادانا حلقة عظيمة. جمهور لؤي فوزي بس ولا يعرف ملوخية. ايه صحيح موضوع الجروب بتاع الفيسبوك ده؟ الجروب ده حاجة، ده يعني شيء غريب جدا. يعني الجروب ده فعلا كان معمول عشان انا زهقت من جعفر العمدة على التايم لاين، بقى الجروب لؤي فوزي مش جعفر العمدة. فعملت الجروب وحصل ظاهرة غريبة انه ناس دخلت وابتدت تتفاعل بالشكل اللي انت شفته ده، وميمز بقى على الحلقات وتقطيع من اللايفات وبتاع، ومحدش سأل هو يا جماعة انتوا يعني هو انتوا ليه داخلين جروب انت اسمه كده تعملوا كده؟ ما توقعتش ان الناس مركزة معاك في لا بالديتيلز. لا لا، انا بشوف ده درجة، وحتى انا بحاول ابعد نفسي عن القصه دي. مع ان انا شايف عادي والله يعني. بص، هي كل واحد عارف عيوبه فين، يعني هو ممكن يتزحلق ويغلط فين. فانا بحس ان هو ان انت تبقى واعي بنفسك بالدرجه دي، وان الناس مركزه معاك، وان حد مثلا ممكن يقابلك في الشارع فيقول لك كذا ولا كذا ولا كذا، لا، المواقف دي لازم تمسحها من دماغك على طول، عشان ده نوع غير جيد من الوعي بالذات. الوعي بالذات انا بشوفه ان انت تبقى واعي بعيوبك، حدودك، ايه اللي بتعمله كويس، ايه اللي ما بتعملوش كويس. انما فكره ان انت تحس بنفسك وناس كذا وكذا، لو من باب الضحك ونضحك كلنا ماشي قشطه يعني، انما بس الناس بتحبك انا بجد. في ناس اكيد وفي ناس لا. ما هو طبيعي، مفيش حد في الدنيا، خصوصا يعني احنا اتفقنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الاول يعني. بالظبط. بس هو انا فعلا اتفاجئت من الاكشن اللي حصل في يعني ما كنتش متخيل كده يعني. انت حسيت يعني، حسيت من يعني كلامك. ما كنت متخيل انه خلاص بنعمل حلقات والناس بتخش تعلق وخلاص وانتهى الموضوع. بس الطاقات بقى الابداعيه اللي في لا ده في ناس الميمز، حافظة الحلقة وحافظة تجيب ايه ميمز نفسها، الربط ان هو يجيب حاجه من يعني هنا هو فاكرها، هو فاكرها اتقالت وعلى فين؟ حاجه تانية انا ما ببقاش متخيلها خالص يعني. وانا بفكر كتير في الكلام قبل ما اقوله، فمفيش حاجه من دي بتعدي على بالي، عشان كده بتفاجئني. بس ما ببقاش متخيل يعني. خد بقى الكروت دي كده اللي قدامك، مش دي كروت البرج، لا الكروت دي دي افنط كده، ماشي اديهم واحدة تشفل حلوة واسحب 5. ماشي. شكلك لعيب كوتشينة. زمان صعبت عشان 5. نتظاهر يعني، اللي بنعمله ده بيفرق في اي حاجه. بس 5 اهو. إجابات سريعة بقى. مين الشخص اللي في حياتك اللي بتوصفه الكلمه دي؟ الوفاء. ناس كتير، عبد الناصر، نسلم عليه من مكاننا هنا. بسلم على عبد الناصر. الوفاء طبعا ما بيتقالش على العائله، بس العائله وفيه بطبيعه الحال يعني. فاطمه، اغلب اصدقائي تقريبا يعني، يسري، توفيق، الناس اللي بشتغل معاها حتى يعني. ما اقدرش، ما اعتقدش ان انا في علاقه بيني وبين حد ممكن تستمر من غير ده يعني. الحاجه دي بالنسبه لك ايه؟ الحياه.
يعني مش عايز اقول الاجابات كليشيه بس لغز شويه. مين الشخص اللي في حياتك اللي بتوصفه الكلمه دي؟ التفاؤل، امي، ايمان، يعني انه طول الوقت مؤمنه انه ربنا دايما تقولي ربنا مش هيضيعك، ربنا مش هيسيبك، هذا النوع من التفاؤل. يعني مين الشخص اللي في حياتك اللي بتوصفه الكلمة دي؟ الحقد؟ لا معرف، يعني لو حد انا حسيت منه كده مش هيبقى في حياتي، بس ما اقدرش اخش في صدور الناس يعني. كريستيانو. كريستيانو بيحقد عليا عشان عندي فيوز اكتر. الحاجة دي بالنسبة لك ايه؟ الجمال. ايه اجمل حاجة يعني؟ اجمل حاجة انك تحس بالسعادة مع الناس اللي انت بتحبهم، تحس ان انت بتأدي واجبك ناحيتهم وبتأدي مسؤوليتك ناحيتهم، وان انت عارف اي راجل في النهاية هو هدفه الاساسي ان هو بروفايد، يعني يوفر الناس اللي بيحبهم، يريحهم لو في حاجة بتتعبهم يقللها، لو يقدر يعمل لهم حاجة أحسن يعملها. دي أكتر حاجة بتسعدني وأكتر لما حاجة تشوف بشوفها جميلة. ابريشيشن. لا لما أنا بعمل ده يعني الأبريشيشن دايما موجود سواء عملت أو ما عملتش، لأن هو عشان كده هم دول عشان أهلك والناس وغير اللي كده انت هتحبهم من غيره مش هتكمل، يعني هو ده بالظبط. اللي بيديك موتيف او بيخليك بس اللي تكمل. بيديك موتيف إن أنت تشوف أثر الحاجة دي أكتر، إنما أنت عارف إنه مش لازم كل حاجة الناس بتقول لك شكرا ويا حبيبي وكذا وبتاع. واضح ان انت شخص حنين وشخص عطاء يعني. بحاول يعني، بس هو انت عارف كل واحد ليه جوانب، مش مفيش حاجة دايما. اكيد يعني. مين اكتر ممثل بتحبه، مصري واجنبي؟ مصري حاليا ماجد الكدواني مثلا. يعني هو السؤال فاجئني شوية لما اتفرج على، بحب خالد الصاوي، كنت بحب خالد صالح الله يرحمه. الله يرحمه، وكنت بحب أحمد زكي طبعا، يعني ناس كتير. أجنبي يعني هو مش أفضل ممثل، بس الناس لا اللي هي انا بقول لك مش افضل، بتحبه. لما أنا بشوفه ببقى عايز أخش من فيلم بالظبط. يعني. او بتحب تتفرج عليه يعني، عامه بتحب تشوفه على الشاشه كده. بحاول أسماء غريبة شوية، كلايف أوين ولو إن بقاله فترة ما بيعملش حاجة، روبرت دينيرو جدا بالذات في الخط اللي هو ماشي فيه مؤخرا يعني. مؤخرا انا كنت اقول لك زمان. لا وزمان برضو، بس في جانب جديد من شخصيته اللي هو بره بقى الديمه بس المعتاده هو بتاعته، يعني هبل كتير برضه في الفترة دي. هبل بس في حاجات برضو لطيفه هو يعني. عادل امام كوبي بيست من زمان. ايه تاني في الاجانب؟ حسيتك توم هانكس كده برضه. توم هانكس حاجات كتير جدا بحبها يعني، نادرا ما شفت له حاجه وما عجبتنيش. طب مين اكتر مغني ومغنية بتحبهم هنا؟ لا انا المزيكا دي راجل يعني في الشلحات يعني في حتى القديم. يعني انا مثلا ما افتكرش ان انا بعمل ابديت انا بشغل اي حاجه يعني، في مثلا انغام معينه بقى ماشي في الشارع واسمعها فاقول انا عايز اسمع دي، فامسكها اقعد اعلق عليها اسبوع وبعدين ازهق واشوف حاجه تانية. مش بتحب مش الموسيقى، بتابع، لا مش بحبها، بحبها مش بس قصدي مش بتابع بقى وعارف مش ايه اللي بتسمع يعني. بيحصل وكده، لا خالص. انت قلت لك اكتر اكله بتحبها الكبده. فترة الكلية على فكرة جات لي فترة كان هوس بقى، كان في واحد صاحبي اسمه لؤي برضه كان من القاهرة، واتهوسنا بقى قعدنا فترة مهووسين بقى بالروك والميتال وكريد وداف ليبرد وثري دورز داون وسيلفا واسمه ايه تانيين، نكل باك والحاجات دي، نيكل باك سوري مش نكل باك. كان في وقتها هو ده ال قعدنا كام سنة كده في الكلية، بس بعد كده حسيت انه لا مش انا يعني. اسألك سؤال غريب أوي. أنا كنت ناوي على سؤال تاني بس السؤال التاني ده هيطول، فعشان نلحق تلحق التصوير بتاعك. أكتر لعيب الراجل بيبص لسه على لسه أكتر لعيب بتحبه غير ميسي؟ رونالديني. رونالدينيو. طيب في الآخر رشح لنا ضيف لؤي فوزي نفسه يسمع قصة حياته، قصة حاجة بس حد انت تعرفه يعني، مش رشحنا ده أعرفه فرنسا. شخصيا،
انا ممكن اقول لك كذا اسم، ممكن اقول لك حسن. وانا عارف انت هتقول حسن البيتي. لان انا كمان شايف ان انا عارف بس عادي، بس انا مش شايف انها هتبقى مفيده لناس كتير، ان هي جيب لنا حسن بلتاجي بقى ماشي مفيش مشكله. هو كان لسه اجازه والله، ممكن بقى على على بعد الشتاء العيد هينزل تاني. ان شاء الله. حد تاني؟ دكتور عادل كريم، انا بحبه جدا على المستوى الانساني يعني. مين تاني؟ في ناس كتير، انا بنت الاسئله دي كلها توريطات، لانه ببقى في ناس كتير انا انا اعرفها. انت في مره في حلقه عندك كنت عايز تشكر الناس اللي ساعدتك في محطات حياتك برضو. مجرد ما نزلت الحلقه افتكرت 3 اسماء مهمين ما قلتهم. بس لازم تفتكرهم في الوقت اللي هو خلاص ما بيبقى ينفعش صعب قوي تزودهم يعني. فيه. نورتنا اللي الله وبشكرك جدا الله على ان يخليك. انت جيت، وانت راجل تعبان برضو عندك برد وكمان عندك انا اسف تصوير. يا جماعه على الصوت اللي بيطلع لا مني، ولا بس يهمك، انا في دور برد بقاله فتره بتحرش بيه ومش عارف اعمل ايه. نورتنا لو ايه، وان شاء الله الحلقه تعجب الناس. ويا جماعه برضو لو في حد عندي عايز يتفرج على الكونتنت بتاع لو ايه، اللينك بتاع اليوتيوب تشانل هتلاقوه موجود برضو في الديسكريبشن. أشكرك. لا ده انا اللي هاخد الفانز بتوعك مش العكس والله. فشكرا لو ايه والله. والله أنا كنت مبسوط جدا إن أنا كنت معاك يا عمرو، والموضوع حتى طلع ألذ ما كنت فاكره كمان. ربنا يخليك والله. وبالتوفيق ليك في البودكاست، وإن شاء الله الحلقات تعجب الناس ان يعني. شاء الله لو عجبتكم بقى الحلقة لايك شير سبسكرايب والحاجات اللي انتوا حافظينها دي انا ما بحبهاش.